السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. يتجدد بكم اللقاء في برنامجكم الرياضي الأسبوعي 100% فار، دائما مباشرة على قناتكم الفضائية شادا تيفي. اليوم كل شيء مبخر، اليوم داك الشيء مبخر اليوم يا كسي راجل تضحك. اليوم كل شيء مبخر، عندنا الرجاء البيضاوي، عندنا الوداد البيضاوي، عندنا الجيش الملكي في الكاف وفي ابطال افريقيا، وعندنا المنتخب الوطني المغربي، وعندنا كذلك بعض الاخبار بخصوص اسود الاطلس وتالقهم في البطوله الاوروبيه، وعندنا بعض الخبيرات اللي ما مبخراش للأسف الشديد. خلينا كيف العادة نرحبوا بضيفنا اللي ولد الدار، رشيد وليتي ولد الدار. تماما، شكرا رشيد البوهالي، شكرا لقناة شادا تي في على الثقة ديالها فينا، وحنا دابا راه واحد منكم. سيد الأرشيف ديما، سيد الأرشيف كبير علينا. ودابا قول لي دابا فين ما تنقول لك سيد الارشيف تتقول لي لا كبيره. قول لي شي واحد تتاخذ من عنده الجامعه الارشيف من غيرك. قول لي شي واحد. يمكن لا، يمكن انا وصلت، ولكن راه كاينين اخوان اللي كيخدموا في الخفاء. ايه كاين اخوان اللي كيخدموا في الخفاء اللي معاك في الجمعيه. من غير الجمعيه كاين اصدقاء، كاين ناس اخرين، كاين ناس اخرين نقدر نوجه لهم واحد التحيه خاصه صدر. لانهم كيديروا واحد المجهود كبير وكبير جدا، على راسهم السي يوسف بن عاشور صديق من مدينه مكناس، والسي انس الشريود من مدينة سالا، وصديقنا العزيز حمادة حيحي كذلك اللي غني على التعريف وكل شيء الناس كيعرفوه، الناس ديال قطع كرة القدم ولا جميع الرياضات كيعرفوه، وبطبيعة الحال الأسطورة نور الدين عقاني. صافي؟ ما ظلمتي حتى واحد، ما نسيتي حتى واحد. لا غير لا يعاتبك شي واحد. لكن عاتبوني الناس، عاتبوني الناس، عاتبين العنصر النسوي. هادشي اللي بغيت نتكلم عليه بعدا. مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. انا دائما بغيت نسولك واش ظلمتي شي عنصر نسوي؟ شوف ما غاديش نعتبروه ظلم، ولكن غير يمكن كان سهو او شي حاجه. فالجمعيه ديالنا كتضم جوج العناصر نسويه، وهذه لا قليله ان جمعيه متخصصه في كره القدم فيها عناصر نسويه، اللي هما الاخت الاستاذه فاطمه الزهراء درار اللي كتقوم بواحد العمل كبير على المستوى الاداري وعلى المستوى اللوجيستيكي فاش كيكون تنظيم شي حفل او شي حاجه، وكان الاستاذه ابتسام الاسماعيلي حتى هي تبارك الله واحد الانسانه اللي كتقوم بواحد الدور كبير وكتساهم ماديا من جيبها في انجاح بعض المناسبات التكريميه ديال مجموعه ديال الريادين. فمن هذا المنبر كنوجه لهم التحيه للاستاذه فاطمه الزهراء درار والاخت ابتسام الاسماعيلي. وفعلا تحيه يعني لكاع العنصر النسوي اللي كاين في كاع المجالات اللي كيتالقوا بالنجاحات وبال يعني بزاف ديال الحوايج ايجابيه كيعطيوها للمجتمع. غير بالنسبه لهاد الاخوات راه غير الاسماء ديالهم ما جاتش مناسبه باش نذكروها، ماشي ظلمناهم او شي حاجه، وكان هذه مناسبه تفكرناهم اليوم على الدور اللي كيقوموا به. مزيان، ما نسيتي حتى واحد؟ الله يجعل البركه. على بركه الله. خلينا نمشيو نبداو في حلقتنا اليوم وفقرتنا الاولى على السريع. على بركة الله على السريع، مباراة الأسد يوسف النصيري والأسد الزلزولي في البطولة الإسبانية. النصيري يسجل التعادل لإشبيلية، والزلزولي يسجل الانتصار لأوساسونا. معادلة غريبة وقعت في مباراة إشبيلية وأوساسونا. كانت إشبيلية بسرعة، كان اللي تبع الماتش راه تبع الماتش، اللي ما تبعش نقولوا ليه بالزربة شنو طرا. كانت إشبيلية خاسرة بجوج لواحد مع أوساسونا في الدقيقة تقريبا 84، في قريب الدقيقة 80. يوسف النصيري يعيد الفرحة إلى إشبيلية ويسجل هدف التعادل، وولات جوج لجوج. قريب يسالي الماتش، ما بقاش بزاف شي 3-4 ديال الدقائق، ارى لك الزلزولي فيه هجمه ويسجل هدف الانتصار لاوساسونا 3-2. مغربي اسد انصيري يعادل لشبيليا ويعيد الفرحه لشبيليا، ومغربي سميتو الزلزيلي يفرح اوساسونا ويحزن بونو بالدرجه الاولى، ويحزن اشبيليا لانه سجل على بونو. يونس عبد الحميد في خبر اخر يكمل الثلاثيه النظيفه لفريقه رانس ضد تولوز في البطوله الفرنسيه. يونس عبد الحميد تتعرفوه جميع
كمل الثلاثيه، كان الفريق ديالو رابح بهدفين لصفر، وفي الدقائق الاخيره يونس عبد الحميد يضيف براسيه بديعه جدا الهدف الثالث لفريقه رانز ضد تولوز. نمشيو لريان ماي، ريان ماي يقود فريقه للفوز بهدفين من توقيعه في البطوله المجريه. فريق ربح بجوج لصفر من توقيع ريان ماي، ما يتعرفوا المغاربة كاملين. نمشيو لحكيم زياش، حكيم زياش يقدم مباراة كبيرة رغم خسارة فريق تشيلسي أمام توتنهام، ويتحصل على بطاقة حمراء مؤقتة. كيفاش مؤقتة؟ نشوفوا بعد الفيديو ونرجعوا. يلا ما كاينش الفيديو، غادي نشرحوا كيفاش بطاقة حمراء مؤقتة. هو أنه دخل في يعني جدال ونقاش مع بعض اللاعبين ديال توتنهام، هذا دفعوا من هنا جا الاخر دفعوا، كان مظلوم حقيقة زياش لأنه تعرض للدفع من طرف اللاعب الأول، تعرض للدفع من طرف اللاعب الثاني، تعرض للدفع من طرف اللاعب الثالث، بحال هذيك القضية صافي بسلتو عيقوا عليه، الأول ما قال والو، دفعوا الثاني ما قال والو، دفعوا الثالث مشى لي زياش ودا اللي بيدو بحال هكا. الحكم ما شاف غير ايد زياش، ما شافش الدفعات الاولين، خرج ليه بطاقه حمراء. البطاقه الحمراء من بعد غادي يرجعوا للفار وستلغى البطاقه الحمراء، فلذلك قلت بانها مؤقته حيد ليه الفار. نمشيو لبوفال، بوفال للاسف الشديد قد يدخل الارشيف قبل الاوان، ونقولها بحسره، قد يدخل الارشيف قبل الاوان. ما معنى يدخل الارشيف؟ يعني ربما هذا اللعاب غادي تنسى بعد ما قدموا للمنتخب الوطني المغربي وكان اسم على كل لسان في المدرجات المغربيه، مشى احترف في قطر، لا لاحظتوا ما تكتب عليه حتى واحد، ما تيدوي عليه حتى شي واحد للاسف. نمشي وعطيه الله لاعب الوداد البيضاوي، مستوى متذبذب بعد التالق في المونديال، علاش؟ ناقشوا علاش. ثم حكيمي، غيابه بسبب الإصابة كان له الأثر على الجهة اليمنى في كلاسيكو فرنسا، تتعرفوا بأن البارح كان ماتش ولا أروع ما بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسي، شفتنا هذا الماتش كامل حقيقة. باريس سان جيرمان فريق كبير، عرف كيفاش ينتصر، ومبابي لاعب أكبر، خلينا نقولوها لاعب كبير وكبير وكبير بزاف، وميسي ما تيشرفش، انا اختصر عليكم، ميسي ما تيشرفش. البارح ميسي ملي تفرج فيه فكرني في ميسي ديال برشلونه، تتقول واش هذا السيد عنده 37 عام ولا شحال، ما يمكنش. وكان واحد التفاهم مع مبابي خطير جدا. اذا اللي كان مؤكد البارح في مباراه الكلاسيكو الفرنسي ان غياب اشرف حكيمي كان بين بزاف، بين في الدفاع الجهه اليمنى ديال باريس سان جيرمان، وبان في الهجوم في الجهه اليمنى ضد مارسي. الجهه اليمنى ديال باريس سان جيرمان كانت عقيمه لان ما كاينش في الهجوم، لان ما كاينش حكيمي، وعلى مستوى الدفاع لعبات عليها مارسي بزاف لانه ما كاينش حكيمي. اذا هذه خبيراتنا على السريع. رشيد تبغي تعلق على شي عنوان من العناوين؟ اكيد، غير كنتي سولتيني قبل ما نشوفوا هذا، نسيت واحد الصديق يعذرنا، معاذ كنينيس. انا تنقرا في الاخبار وانت تتفكر. معاذ كنينيس اللي صراحه صديق عزيز وواحد الانسان متمكن من الارشيف، تو كيساعدنا بزاف. مزيان تبارك الله، فيعذرنا السي معاذ. اذا هو عمل ديال الفريق متكامل كبير. وعلى التراب الوطني، ماشي غير في الدار البيضاء ولا الرباط، راه في الشمال في الجنوب في الوسط. تبارك الله، داكشي علاش نقول انتم متمكنين من الارشيف بهذه الطريقه، ما شاء الله، هو عمل جماعي. العنصر النسوي هذا الشيء. يلا سير، شنو الخبر اللي تبغي تعلق عليه رشيد؟ على يوسف النصيري. يوسف النصيري من بعد المونديال شفنا يوسف النصيري بواحد الاحترافيه كبيره، وواحد الطريقه ديال اللعب، واحد الانضباط والفعاليه امام المرمى، صح، والتنوع في تسجيل الاهداف، واحترافيه وعمل صراحه. ما تنظن وقيله شفتي الماتش؟ لعب متكامل، شفت جزء من الماتش، ما شفت الماتش كله. شي البيت اللي ماركا، هدف رائع، هدف رائع، هدف على الطريقه الامريكيه الجنوبيه، رائع رائع. هذا من الناس اللي كيخدموا، ما كيبقاوش يسمعوا واش كيتقال عليهم، كيتقال عليهم، ولكن لاعب كبير محترف متكامل، وكيسجل بمختلف الطرق،
وعنده الفعاليه امام المرمى. صحيح طريقه باش سجل الهدف ضد اوساسونا، الهدف الثاني ديال التعادل اللي نقد شبيليا من الخساره تف مهم، وللاسف ولاو خسروا، ولكن ماشي للاسف لان مركز زلزولي بالنسبه للجمهور المغربي. المغربي احنا اللي خرجنا رابحين ما بين شبيليا واوساسونا. الهدف ولا اروع، خطير جدا الشيء كيفاش يعني من ميليو تيران هرب بها مشى بها ديبوردا كما تنقولوا بلغه كره القدم. اللاعب الارجنتيني السابق ريدوندو، ريدوندو مميزه صحيح مشى بها، وتابعين ثلاثه ديال لي ديفونسور في اوساسونا، فغادي يدير واحد الفان دو كور. راه اللاعب الا ما كانش عنده الحل الفردي، الحل الفردي بالاعتماد على الموهبه ديالو راه ما عمره غيكون فعال. صحيح صحيح اللاعب خصو الحل الفردي والموهبه. صح يعني الفردي كما ذكرتي فنصيري من اللاعبين ذو عقليه احترافيه، يعني بلغتنا خدم على راسو فاش كتمشي للمونديال خدم على راسو ف ماشي كاي لاعب. علاش؟ لانه فاش كتمشي للمونديال كتحس براسك شويه، الا ما كنتيش احترافي كتحس براسك راك وصلتي لشي حاجه، ومازال في واحد السن صغيره ومازال يعني باقي ننتظروا منه غيكون ان شاء الله هدف كبير للكره الوطنيه. رغم الانتقادات رغم داك الشيء حضر راسو وكمل في المسار ديالو، كيجاوب في المرمى صحيح. وكانوا كيقولوا راه ما كتزقل راه بزاف الحوايج، ولكن هو كيجاوب في المرمى كما قلتي. دونك لاعب كبير ولاعب احترافي، فكنتمنوا جميع اللاعبين يكونوا في حاله. عنده دابا ارقام صعيب باش تحطم، انك تسجل في جوج مونديالات وتسجل في تروا ديال اللي كان، راه هذه راه صعيبه فاش غادي، ومازال يقدر يحسنها مستقبلا. صحيح كما قلتي باقي صغير وباقي فريق اشبيليه بالفعل، وباقي العاطي يعطي ان شاء الله. على اي حنا تنشوفوا باقي بعض الامور اللي بغينا نعلقوا عليها، ولكن تنشوفوا يوسف النصري انه يمشي ويبدل اشبيليه ان شاء الله مستقبلا، فريق اكبر فريق اقوى اللي ممكن جدا للخدمات تولي بارزه امام العالم، لانه واخا هكاك مع شبيليا خدماته اهدافه مثلا الى يوسف النصيري تسجل مع ريال مدريد ماشي هي تسجل مع شبيليا. بحال دابا الهدف اللي ماركا البارح، انا متاكد لو ان ذاك الهدف كان مثلا هو مع برشلونه او ريال مدريد غيكون حديث العالم، حديث العالم لان الطريقه باش تسجل ولا اروع. حنا دوزنا كره ولعبنا شويه كره وتنفهموا في كره، ولكن راه تبارك الله ثلاثه ديال لي ديفونسور فان دو كور مشاو بثلاثه حطها بالاكستيريور ما شاء الله ما شاء الله مزيان. حتى الزلزولي الهدف اللي مارك على بونو روعه، لاعب موهوب روعه، موهوب لاعب موهوب وصغير السن. كنا تكلمنا على الزلزولي في هذا البلاطو اخويا رشيد، حنا مع عبد الله ناصر مع ايمان مع برا سميتو برا انور برا اللي تنوجهوا ليه التحيه الكبيره في اعداد البرنامج انور برا، وكذلك نوفل الرغاي المدير العام. وكنا فين ما تنتكلموا، حيت كنا تنتكلموا قبل ما ندخلوا البلاطو حديث الكواليس ضروري، وكان كل شيء متفق على ان الزلزولي افضل من بوفال. انا كنت من الناس نقول لا راه بوفال كويري عنده تيمتع الى اخره ممكن يدير الفارق، لا فكلشي كان تقول لك لا الزلزولي لاعب مزيان في المونديال، كان يكون في المونديال 2018 كان يكون احسن يكون مشى للمونديال بوفال، لانه كان متالق بين 2015 حتى 2018 كان ممتاز. اما بوفال دابا راه نقص بزاف، ولو انهم اللاعبين القلال اللي لعبوا في الدوريات الكبرى فرنسا واسبانيا وانجلترا راه قليل اللي كتجي هذه الفرصه ديال اللاعبين العرب او الافارقه باش يلعب في ثلاثه ديال الدوريات. غير هذا الاختيار ديالو للدوري القطري انا كنعتبره خطوتين الى الوراء، وراء الشيء اللي قلنا في العناوين يدخل الارشيف قبل الاول، خطوتين الى الوراء للاسف الشديد. يعني باقي يعطي في الدوري الفرنسي، باقي يعطي في مجموعه ديال الدوري التركي، الدوري دابا حاليا يوسف العربي في الدوري اليوناني راه تبارك الله راه غادي يكون احسن هداف في تاريخ كره القدم المغربيه بلغه الارقام. نعم وفي الدوري اليوناني لانه ما عمر شي مغربي سبق لي ربح البطوله والكاس المحليه وهداف الموسم، اعتذر يوسف العربي في سن 35 سنه. يعني كان باقي بوفال كان باقي يعطي في الدوريات، ولكن للاسف الشديد على اينا الزلزولي يسجل، والزلزولي يتالق يوم بيوم في البطوله الاسبانيه، والعوده ديالو غادي تكون سريعه الى برشلونه ان شاء الله. واحد النقطه مهمه هو الطرد ديال زياش غير انا اللي بغيت نركز عليه، هو التحكيم ديال الدوري الانجليزي من قديم تحكيم مميز. التحكيم ديال الدوري الانجليزي يعني ما كيظلمش، كاينه ما كايناش قمه الاحترافيه. صح جميع الوسائل كيلجؤوا ليها باش ينصفوا لاعب ما او فريق، تعطات حمراء وتلغات بالفار. الدوري الانجليزي مستوى عالي. صحيح. والدليل هو راه يمكن في الموسم 156 يعني باش كيتلعب الدوري الانجليزي بطريقه يعني
مضبوطه بالتواريخ. تقدر دابا تعرف الدوره الاولى انت تلعب والدوره 38 انت تلعب في الدوري الانجليزي بلا ما تحتاج تبقى تسول واش غنلعبوا واش ما غنلعبوش. هذوك الناس قمه الاحترافيه. شوف بعيد باش نبقاو يعني في زياش، فرغم ان هذيك البطاقه الحمراء لكن هو من كوب دي موند وباش ولا كيدخل تيتولير مع الفريق انه تكال ما بهذا لو فغي تيرم، واخا يعني هو لاعب يعني عصبي شوي. عصبي ولكن شفنا يعني الكاركتر ديالو تبدل بزاف، فما كنظنش انه شفنا يعني تستفز. ما يمكنش يدير شي طريقه اللي ما مزياناش من غير الا انه تستفز. والانسان كيكون في التيران راه اكيد غادي تصور منه اي حركه. لاعبين كبار بحال زيدان بحال شناه المباشر الشهير، يعني الانسان راه كيبقى بشر ويقدر يتعصب ويضرب ويتضرب الى اخره. الكره فيها نطحه وفيها عضه وفيها جميع وسائل العنف تستعملت على حسب ظروف المباراه. على اي هو سميتو حكيم زياش تم استفزازه بشكل واضح وفظيع، لانه جا الاول دفعوا جا الثاني دفعوا جا الثالث دفعوا، ما يمكنش وبزاف. يلا انا اللي باغي نتكلم عليه هو ملي تكلمنا مدام بوفال جبدناه في الهضره وتكلمنا عليه صافي لا داعي نفتحوا القوس ديالو. عطيه الله، عطيه الله كان مصوب ضعيف في المقابله الاخيره في ابطال افريقيا، ماشي غير المباراه الاخيره، ايه هو مستوى متدني لا في الدوري الوطني ولا في صحيح تشامبيونز ليغ مع الشروق عليه بعد تالق في المونديال، لان صراحه كان مزيان في كاس العالم وفاجئنا بالمستوى ديالو والثبات ديالو في المباريات اللي دخل قدم اضافه كبيره، ولكن ما عرفتش واش باقي عقلو مع المونديال واش ما عاش الواقع لانه راه او انه ما مشاش شي فرقه من بعد المونديال يمكن اثرت على العطاء ديالو. هذا في نظري انا بما انه ما مشاش شي فريق ما احترفش فبقى نفسانيا كنظن هذه الراي ديالي انا، نقدر نكون صحيح نقدر نكون غلط. النقطه اللي كنظن ان بقى رد باله بزاف لانه فاش لاعب كيسمع التعاقد مع احدى يعني الفرق الاوروبيه بحال مونبولي ولا هذا، فدائما هو جاي بواحد العزيمه من لاكوب دي موند انه يغير ما احسن، فاش ما كيتمش التعاقد جو بونس اللاعبين ديالنا المغاربه ما كي انا جايك اللاعبين ديالنا المغاربه هذه هي العقليه ديالهم يعني كيبقاو مع ماشي اللاعبين المغاربه كاملين يمكنش نجمعوا كل شيء في البطوله الوطنيه كتكلم البطوله الوطنيه وما نجمعوش كل شيء في البطوله الوطنيه عندهم عقليه يعني مختلفه على اللاعبين اللي متكونين يعني في البطولات الاوروبيه او لا هذا هو الاختلاف هو باش ما نجمعوش كل شيء. انا ضد انك تجمع كل شيء في اي حاجه في السياسه في الرياضه في الفن، انا ضد استثناء لكل قاعده لابد من استثناء صحيح ما يمكنش نجمعوا كل شيء، لان كاينين بعض اللاعبين في البطوله المغربيه اللي مستواهم ما طاحش رغم ان جاتهم عروض وبطريقه اخرى مشات لهم العروض وبقى في النيفو ديالو وبقى تعطى العطاء حتى تعتزل. كاينين الكثير من ولكن الناس ولكن باش تلعب اون كوب دو موند وترجع بالعقليه ديال اللاعبين ديال البطوله ما كنظنش انك غتبقى كونسونطري مع الفريق ديالك 100%. لا الناس لا كاينين الناس عاسوا هاد التجربه ورجعوا بعقليه الحاله ديال العطيه عريه قليله صح هي قليله للاسف يصبر شويه يعاود يخدم يجتهد هاد السنه هذه والوداد راه لعب على اعلى مستوى فبامكان اللي ما وصلش بالمونديال يوصل مع الوداد يعني صحيح. والانسان دابا خصنا نعرفوا واحد شكون القدوه هو خصنا نعرفوا واحد القضية احنا داخلين زعما ما يسمى بالاحتراف راه حنا مارت في السنة العاشرة ديال الاحتراف ولا السنة راه غادي نكملوا العاشرة ديال الاحتراف وما يمكنش حنا دخلنا في السنة السنة العاشرة ديال الاحتراف 12 ديال الاحتراف 12 ديال الاحتراف وباقي لعاب يتأثر حكا ما شرتني التفرقة. اسمح لي اسمح لي ومشيتي لعبتي المونديال لعبتي المونديال وجاورتي فرق كبيرة ولعبتي كبار ولعبتي ضد لعبتي ضد لعبتي ضد لاعبين اللي هذا في حالة ما إذا كان هذا في حالة ما إذا كان عطيت الله تأثر بهذ القضية اللي قلنا. الكلام اللي قلت لك راه حديث أما كانت أشياء أخرى في الكواليس الله أعلم الكواليس لا علم لنا حنا كنشوفوا من داكشي اللي كنشوفوا ولكن مؤكد عطيت الله مساواه متذبذب للأسف الشديد. لاعب كبير لاعب اعطى الكثير كسب الثقه ديال المنتخب ديال الناخب الوطني كسب الثقه ديال المغاربه كاملين فتنظن يبقى في النيفو ديالو لان بحال هكا تيتقتلوا اللعابه بحال هكا تيموتوا اللعابه مروا مجموعه ديال الاسماء وانا ما ديرش كثير لا داعي لذكرها لا داعي لذكرها للاسف الشديد. يلا خلينا نمشيو نمروا على نفوتوا على السريع نمشيو لفقرتنا الثانيه على ابواب المنتخب. على أبواب المنتخب غادي يدينا على جوناس الروحي. جوناس الروحي لاعب عنده تقريبا 18-19 سنة باقي كاع ما لحق 19 سنة هو ظهير أيسر ديال جيفونتوس شاب
يا سلام. احنا دائما عندنا مشكل في البطوله الوطنيه، صعيب باش تعطيك ظهير ايسر. كنا احنا ملي تتعطينا بزاف تنجيو حتى للظهير الايسر تقدر تلقى في البطوله كامله لعاب ولا جوج، تقدر تلقى لعاب. بالمناسبه كان نذكروا عبد الكريم الحضريوي اللي 11 سنه في المنتخب الوطني والمريس. لا حضريوي طول بزاف. الحضريوي طول بزاف. ما خلاش فرصه لشي لاعب اخر يبان، صح، ولكن لا في المباريات الرسميه ولا في الوديه، ولكن كان الحضريوي يا حضريوي صديق ديالنا السي الحضريوي، وكنتواصلوا معاه واخلاق واحد الانسان اللي تبارك الله. يعني هذيك انا بغيت نسولك صديقك الحضريوي، مالو غائب على الاضواء؟ لا هو ماشي رجل ما تيبغيش الاضواء. لا انا غادي نقول لك بصراحه، هو شويه حشومي وداز في واحد الاذاعه خاصه بصعوبه باش داز، قنعته باش داز معاهم. حاليا كيشتغل كمدير ديال اكاديميه تابع الفريق الهولندي اللي كان كيلعب فيه في مدينه التماره، وكيأطر واحد 200 طفل تبارك الله. راه المستوى دابا غادي عنده مزيان ديال الاطفال اللي كيجيو. وانت اللي قنعتي باش داز بزز في ديك الاذاعه؟ غير بمكالمه هاتفيه ماشي بالحضور. وقنع يحضر؟ لا ممكن جدا، ممكن جدا. هذا الاسبوع والله العظيم انا جا في بالي قلت كنتمنى يحضر معنا السي حضريوي. جميل انه يعني اطار ولا اطار مثلا وطني كيكون لاعبين، علاش لا يكونوا مستقبل للمنتخب الوطني المغربي. فريق أزيد الكمار فعلا هذه الفكره عنده هو، بشراكه مع فريق أزيد الكمار الهولندي، راه حاليا كيقوم بالتاطير ديال وليدات مدينه التماره والنواحي، وكاين سلطات محليه اللي يتعاونوا معاه شويه. هو يستحق اكثر، لانه واحد اللاعب للمنتخب المغربي جوج مرات كان سبب ديال التاهل ديال المنتخب المغربي للمونديال، واخلاق عاليه. الراسيه ديال الغريسي ورغيب. مراغيب غريسي ضد زامبيا ورغيب ضد غانا، وبجوجهم في مركب محمد الخامس بحضور ربما 100,000 ديال الجمهور، لان دونور ما كانش فيه الكراسه وكان كيعمر الى اخره، وكان بنفس المستوى حضريوي لا مع الجيش الملكي ولا مع المنتخب الوطني وحتى على صعيد الاحتراف. يعني تحيه ليه بهذه المناسبه. وهذا من اللاعبين الحضريوي اللي جبت قبيله، من اللاعبين اللي ركزوا على صلابه الدين ديالهم اكيد في المستوى ديالو كمثال. هو الحضريوي ما طيحش ليه، كان اغلى صفقه من البطوله الوطنيه للخارج في 96. راه مشى بواحد المبلغ اللي حاليا باقي ما كيوصلوش اللعاب اللي احترفوا لبرا من البطوله لبرا. واحد المبلغ كبير. يلا خلينا نمشيو على ابواب المنتخب. جوناس الروحي 18 سنه ظهير ايسر لجيفونتيس، كما قلت ظهير ايسر مدافع من الطراز الرفيع جدا، ممكن غدا ولا بعد غدا نلقاو في المنتخب الوطني، خاصة حنا عندنا مشكل مع لاريير غوش خاصة. نشوفوا الفيديو الرجوع.
جوناس الروحي اللي هو ظهير ايسر لجوفونتيس، مستقبل كبير عند لاعب هادي تلعب بعقله رزين، ما تتعصبش في التيران وتدير كل شيء، ترجع يدافع وتطلع السونتري كما هضرنا على الحضروي، نفس الشيء الكاريزما ديال الحضروي في الملعب هي اللي عاد جوناس الروحي. الفرق ما بين جوناس الروحي والحضروي هو ان جوناس طويل، الحضروي كان قصير شويه، متوسط وكان صحيح تبارك الله. نفس تقريبا الكاريزما، الكاركتر، هادئ في الملعب ما تيدويش، نفس الحضريوي تقريبا. وغادي بعيد الدري جوناس الروحي اللي تنتمناو اننا نشوفوه في المنتخب الوطني المغربي. قال لكم، قال لك الحيمر، اش قال لك الحيمر؟ كنت واحد المره في لايف باش نحط الناس في الاطار، راه كان الفيديو داز وحنا تنهضروا، قلت لينا الحيمر قال لكم حضريوي ما تحضريوي. واحد الفقره في الانستغرام كنستعرضوا في مجموعه ديال اللاعبين الدوليين في الفتره ديال كورونا، ونهار الحلقه ديال حضريوي بقينا كنهضروا، ودخل شي صديق كومونطا وقال علاش ما بانوش لاعبين اخرين، دخل عندي الحيمر وقال لي الحضريوي ما خلاناش نلعبوا في المنتخب، دائما كنلقاو الحضريوي، دائما الحضريوي، دائما الحضريوي تشرفنا. يعني الحيمر كان متميز، كان متميز الحيمر، حتى هو متالق جدا الحيمر. يلا غادي نمشيو لفاصل، بعد الفاصل ان شاء الله غادي نرجعوا، غادي نكونوا معكم في فقرتنا الثانيه والمواليه او الثالثه المواليه، ايمان في التيران، وبعدها اشقال الفار. اليوم الحديث على الوداد، الرجاء، الجيش، والتألق للأندية المغربية، ومن بعد في أشغال الفار غادي نتكلموا على المنتخب الوطني وهو على أبواب كأس إفريقيا 2023. إحصائيات غادي ناخذها من عند السي رشيد البوهلي ونعرفوا بالأرقام وبالتاريخ هل المغرب عنده الحظوظ باش يفوز بكأس إفريقيا المقبلة، بعد الفاصل. يلا نعود ونواصل معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية الشدا تيفي. كما قلت لكم إيمان في التيران، ونتكلموا على الوداد، ونتكلموا على الرجاء، ونتكلموا على الجيش، ثلاثة ديال الفرق هي اللي غادي تكون صلب النقاش اليوم، الوداد والرجاء، ونعطيهم حقهم تقريبا. الوداد والرجاء عندهم حقهم، الجيش كذلك عندهم حقهم، لأن هذا هو أهم ما يمكن أننا نناقشه في 100% فار، أو لا إيمان؟ بالفعل حسين، والخبيرات ديال إيمان في التيران اليوم غادي نبداو بالمباريات ديال تشامبيونز ليغ، والبداية بمباراة الرجاء الرياضي أمام حورية كوناكري. لكن قبل أنا بغيت نتكلم على اللاعب رقم واحد اللي عنده فضل كبير ومن الجماهير الرجاوية اللي دائما كتساند فريقها في السراء والضراء، كما كتشاهدوا أمامكم اللوحات والتيفوات اللي كانت في المباراة ديال الرجاء وحورية كوناكري. فكيعجز اللسان لأنه رغم تخبطات اللي كانت فريق رجاء رياضي والنتائج السلبيه، بقاو حتى رجعوا الفريق ديالهم بالمجهودات بياسور ديال المكتب المديري والجماهير، داروا يد في يد. وكما كنشوفوا الرجاء التالق ديالها يعني بثلاثه ديال الانتصارات متتاليه، وانتصار اللي كان امام حوريه كوناكري بجوج صفر، الرجاء ربحت ب 10-0 10-0 بيان سور، هذا هو المصطلح الصحيح. علاش؟ حيت سجلت 10 ديال الاهداف، 10-0 وما دخل عليها حتى هدف. سبقتيني وبلعتي. ايوا خصنا ملي نقولوا الرجاء ربحات ب 10-0 انا يلاه جايه العلامه الكامله للجماهير، يلاه جايه الكورباسو دائما الكورباسو تصنع الابداع، الابداع صحيح. اذا كانوا الاخوان يرجعوا لنا التيفو ديال الرجاء البيضاوي اموري كاين، وي يعني الحب، ولكن شو الخطير في راسك؟ في منابر اعلاميه تحدثت على هذا التيفو هذا، ودارت لي التحليل، واتصلوا بالجرين بونز الفصيل وقال لهم شرحوا لينا شنو تتعنيو وكيفاش داك النسر غادي تياكل في الحروف. كانت يعني ابداع، لوحه فنيه رائعه، ابداع خطير، والرساله حسين بحكم اللي هي الحب قربي والتواصل والعوده.
تواصلي مع مجموعه من الاخوان في الالتراد ديال الراس تبارك الله المستويات عليا في هذا كثيره مهندسين واطباء الفكر كيفاش كيتم يعني الكتابه ديال الناس اللي ما كيعرفوش راه فيها اطباء وفيها مهندسين وفيها محامين وفيها ناس من مستويات عليا الكواليس كيفاش كيتم بعد الكتابه والافكار كيفاش كي يعني كيخدموا عليهم الرجاء البيضاوي جمهور الرجاء البيضاوي ملي تيرفعوا التيفوات دائما تيرفعوا التيفوات ماشي مجانيه هكذا انما تيرفعوها عندها رساله وما نساوش حنا كيفاش كان الرد صاعق من خلال المدرجات ديال الرجاء البيضاوي على جنوب افريقيا وعلى الحفيد ديال مانديلا التيفو اللي انتشر عبر العالم روعه عبر العالم حتى هذا حتى هاد التيفو هذا بداو تيفسروا فيه قنوات اعلاميه او منابر اعلاميه اموري وكيفاش ديك الاولات راس نسر ونسر كلا الام من بعد كلا الاو اشنو فسروا لنا قال لهم اموري الحب من بعد غادي تولي المزيد من بعد غادي تولي الذهب من بعد تولي احنا رجعنا بقوه عوده فعلا عوده نرجعوا للمباراه كورفاسو تصنع الابداع صح بالفعل فنرجعوا للمباراة واللي فاز فيها فريق الرجاء الرياضي بجوج لصفر امام حورية كوناكري فنرجعوا للمعطيات حسين يعني ثلاثة ديال ديال الانتصارات متتالية ماشي سهلة 10 ديال الاهداف يعني الحدود الساعة في دور المجموعات بصفر هدف يعني ما تلقى فريق الرجاء الرياضي حتى شي هدف فهذا الشيء ما كيدل على انه الرجاء الرياضي في السكة الصحيحة بقيادة مدير الكبير وهنا بانت اللمسه ديال الكبير كاينه اللمسه ديال الكبير الغريب وانا اليوم كنراجع واحد التدوينه هو ان 96% 97% من جماهير الرجاء ما كانش راضيه على المدير الكبير يكون مدير الكبير ودارتها صفحه معروفه في كبيره دارت استفتاء 97% كانوا ضد المدير الكبير كانوا ضد المدير الكبير وكانوا بزاف ديال الجماهير انهم كينتقدوا المدير الكبير ما كانوش معولين على هاد النتائج ولكن هو بصم يعني بطريقه ايجابيه بسلسله ديال النتائج الايجابيه كاين تضافر جهود كيف ما قلتها الاخت ايمان كاين تضافر جهود من المكتب المسير والجماهير واللاعبين يعني كاين تضافر جهود شنو الحدث الكبير شنو الانجاز الكبير شنو البصمه الكبيره الواضحه هو انك تلعب ثلاثه الماتشات وفي ابطال افريقيا ماشي شي حاجه عاديه في ابطال افريقيا متعود على هذه المنافسه ولكن تسجل يوم ما كان اسد ديال المسابقه صحيح ولكن في ثلاثه ديال الماتشات تسجل 10 ديال الاهداف وما تتلقى حتى الهدف اسمح لي راه بصمه كبيره هذه ماشي عادي كاين عمل هنا كاين عمل صحيح وخصوصا المباراه ضد سيمبا التنزاني اللي فريق اللي 44 سنه ما خسرش في الميدان ديالو فكيمشي فريق رجاء كيفوز عليه بالنتيجه وخليني والطريقه والاداء بجميع ما كاين في كره القدم اللي كيتزعم لو جروب ديالو يعني بتسعود ديال النقاط فهي ماشي سهله بحكم متابعتي للفريق الرجاء هادشي راه ماشي غريب الرجاء كانت اكثر من هكا صحيح الرجاء نقدروا نقولوا كانت في ازمه ودابا يعني انتقلت التسعينات راه كانت الرجاء يعني ماشي عا كتخلع يعني كتلتهم الخصم والرجاء في عز الازمات ديالها فدات يعني الكاس الكونفدراليه كاس العرش بطوله يعني بطوله في عز يعني الازمات ديالها فهاد الشيء ما غيبش على فريق الرجاء الرياضي نكملوا مع فريق الرجاء ونمشيو وخليني نقول لك انا واحد القضيه باغي نكمل على الرجاء ان الرجاء البيضاوي الان فخلال هذه المباريات اللي دارت ديال الابطال الاولى ديال ابطال افريقيا ان الافضل ان الافضل الان على مستوى كل الفرق الافضل اداء والافضل اداء الرجاء احسن تهديفا والرجاء البيضاوي صحيح دفاع وهجوم والجماهير هذيك العلامات كاملة شوف جماهير الوداد والرجاء والجيش الجماهير المغربية وطنجة ما ابدعته في المباراة فعلا جماهير اتحاد طنجة الجمهور المغربي صافي لا نقاش هذاك لا يختلف عليه جمهور المغربي ديال الدوري الانجليزي كيستحقوا الالقاب جمهور المغربي عندك الرساله لا شوف جمهور المغربي كيستحق رساله واعره كيستحق الدوري الانجليزي صراحه جمهور كيستحق شي حاجه احسن صحيح تستحق مدرجات واعرين تستحق بالمناسبه اللي غنوصل في ملعب ما طاحش عليه الشتا ويسرد وما جاي الملاعب واحد الرساله وعندي واحد الرساله بغيت نوصلها من خلال جماهير الجيش الملكي الناس ديال الجيش كيلوموا الاعلام كيقولك علاش الاعلام كيتحدث على الرجل الوداد وما كيتحدثش على الجيش انا كنظن راه الجيش كتاخذ حقها في وسائل الحقها حنا نتكلموا على الجيش القاص راه واخد يعني نعم الى شي منابر الى شي منابر اخرى متزعم البطوله ما يمكنش انك تتكلم على الرجل الوداد وتتكلم على كاس العرش ومتزعم مجموعه ديالو في كاس الكاف فكيستحق كل الجيش راه زعيم ديال الانديه الوطنيه حنا باش نوصلوا الرساله لجمهور الجيش الملكي
ونوصل الرسالة لكل الجماهير ديال كل الفرق المغربية. ملي تيكون المنبر الإعلامي يحترم نفسه، وملي تيكون المنبر الإعلامي مخدم ناس مهنيين تعرفوا ما معنى الحياة الصحفي، فراه أوتوماتيكمون غادي يهضروا عليك. ولكن للأسف إلا شتي راسك في شي منبر معين ما تيهضروش عليك وتيهضروا على واحد الفريق وواحد الفريق، فراه هذاك المنبر غير حيادي ودوك الناس راه ماشي مهنيين. بما تقدر يربط مقرات القنوات في الدار البيضاء بهذه المسألة هذه، وهذه ما عندناش مشكل أبدا. مشكل حنا كنتكلموا على جميع الجماهير، الوداد، الرجاء، الجيش، بركان، طنجة، السوالم، اللي كان اللي متميز هو معنا. باش كنتكلموا على الجيش الملكي فهو الفريق الوحيد الممثل ديال المملكه المغربيه يعني في الكونفدراليه. الفريق الاول اللي مثل المغرب خارج في منافسه قاريه، وكان ذلك يوم 17 افريل 1968، وسجل باموس اول هدف مغربي للانديه خارج المغرب في منافسه رسميه. 17 افريل 1968، هو تشريف للكره المغربيه باقدام الجيش الملكي، ولعب نصف النهائي في الشامبيونز ليغ 68، واختار ضد فريق انجيل بيرت الزيري اللي هو دابا تيبي مازيمبي نصف النهائي. في ظروف كانت صعيبه باش يشارك فريق مغربي على المستوى الافريقي، وشارك فريق الجيش الملكي في 1968. وكيبقى الرحيل باموس اول من سجل الانديه الوطنيه قاريا. واخا باش نكملوا دائما مع ايمان في التيران، ونبقاو مع الرجاء البيضاوي من بعد نمشيو لك سمحي لينا. لا حنايا في طور النقاش بيان سور، نبقاو مع الرجاء البيضاوي من بعد نمشيو للوداد البيضاوي من بعد نمشيو للجيش الملكي بهذه التراتبيه. اذا الرجاء البيضاوي يعود بقوه، وكما قلت لكم منابر اعلاميه تحدثت متخصصه في كره القدم تحدثت على الرجاء البيضاوي بانه الان هو افضل فريق في هذه المباريات اللي تلعبوا في ابطال افريقيا، وكانت المقارنه مع نادي الاهلي يعني الفرق الكبيره، كانت المقارنه مع نادي الاهلي، كانت المقارنه مع نادي الزمالك، كانت المقارنه مع بيراميدز، كانت المقارنه مع ترجي التونسي، كانت المقارنه مع الهلال السوداني، كانت المقارنه مع مازيمبي الى اخره. فالقوا بان الرجاء البيضاوي هي يعني من خلال هذه الماتشات اللي تلعبوا لقوا انها بصمات بالعشره على انها تكون مرشحة للفوز بأبطال إفريقيا. تختاروا اللاعبين كأفضل لاعبين يعني من خلال رغم الماتشات يعني باقي الحال، ولكن على أي حال تنظروا إلى هذا الشيء اللي تلعب دابا باقي الحال على هذا الكلام غير هو فعلا النية ديال أن الفريق باغي يرجع بقوة، راه كاينة بقوة وكاين اللاعبين اللي رجعوا بحال الحافيدي، بحال اللاعب الزرهوني، بحال اللاعب الانتداب ديال أهولو، هادو الناس لاعبين ديال الشامبيونز ليغ، هادو لاعبين ديال الشامبيونز ليغ. صحيح. واخا نبقاو دائما مع الرجاء البيضاوي، اذا الكبير يقول كلمته. وهنا تيبان ملي تكون عندك مدرب عنده تجربه كبيره، خاض مقابلات كثيره وعنده تجربه في الادغال الافريقيه وغير ذلك، هنا تيبان بان مزيان المكتب المسير يصبر شويه على المدرب. لان لاحظنا الكبير كان هذا المشكل ديال ما كيصبروش على المدرب. راه الكبير توجهت ليه انتقادات لادعه، والكبير لو ان البدراوي سمع للجمهور سمع للانتقادات كان غادي يحيد الكبير، ولكن لانه بغى يعطيه وقته فهو اليوم الكبير يلاه لقى التوليف الا بغينا نقولوا ديال الرجاء البيضاوي. مازال ان شاء الله مازال غادي يلقى في التصريح لبعض القنوات قال انه مازال ما درنا والو، مازال خصنا عمل كبير كينتظرنا، وهامش التطور باقي كبير بالنسبه لفريق الرجاء، باقي هامش التطور. نعم صحيح. واحد الرقم باش ما تفوتناش غير فريق الرجاء، راه اول فريق مغربي كيتجاوز 100 انتصار قاري، 101 أول فريق مغربي يتجاوز 100 فوز حاليا، 101 في مختلف المنافسات القارية اللي شارك فيها فريق الرجاء، 101. يا سلام. وقلتي لي ترقم يعني في الكوليس شحال سجل فريق الرجاء الرياضي في 319 هدف في المنافسات الخارجية القارية. قارية واش هو كأكبر رقم؟ في عدد انتصارات في عدد الأهداف أكبر رقم، فريق الرجاء أكبر رقم في انتصارات 101 واكبر مسجل 319 هدف. وتحيه ليوسف بن عاشور الصديق ديالنا اللي كيبذل المجهود بالتدقيق، راه يقدر يعطيك كل هدف شكون ماركه ضد من وفين وبالنهار والشهر. ما شاء الله. جميع الانديه الوطنيه. ما شاء الله. ما شاء الله. اذا فريق الرجاء البيضاوي اول فريق يتجاوز 100 هدف. يتجاوز 100 هدف في يعني المشاركات القاريه. 100 فوز. 100 فوز. 100 فوز. في المشاركات القاريه. وتسجل 319 هدف كأكبر حصة مسجلة من الفريق المغربي في المنافسات القارية. يكفيه فخرا.
تماما يكفي الجماهير الرجاويه هذا الفرق. صحيح. وحتى فريق الوداد وصل لعدد 300 هدف بالهدف ديال جبران 300 هدف، وفريق الجيش الملكي وصل لهدف 200. وكان فريق الجيش الملكي راه غاب واحد المده طويله بزاف، ورغم ذلك راه عنده 200 هدف في المنافسات القاريه. يعني الانديه الوطنيه هذه السنوات الاخيره رجعت بقوه، ولعل التتويج ديال الرجاء وبركان والوداد يعني راه حسنوا الارقام. صحيح. صحيح. مقارنه مع الارقام اللي كانت عند الاهلي وعند الترجي وعند الزمالك، فالانديه الوطنيه رجعت بقوه في مستوى الارقام. وكنتمنوا هذا الشيء يطول. واخا الشوفه ديالك للرجاء البيضاوي وهذا البصمه اللي دارت ديال 10-0 10 0 اللي حيت يقدر شي واحد دابا يلاه حيت يقدر شي واحد دابا يلاه يكون شد شاده تي في 100% فار والرجاء زعما يقول لي شنو هي الاسكت 10 0 قسمناه ما بين 5-3-2. سي الحسين حنا في واحد الزمان ديال المعلومه كتوصل بالمباشر الناس ولات كتعرف كل صغيره وكبيره. حنا جمعنا دوك ثلاثه الماتشات عطاتنا 10 0 هما ما تمارك عليهم حتى بيت واحد. قراءه اوليه كيبان على ان فريق الرجاء بين عن النوايد وعن المنافسه على اللقب، وهذا مطلب جماهيري. التركيبه ديال اللاعبين كيف قال السي مدير الكبير هامش التطور مازال باقي ممكن يكون احسن، باقي نشوفوا احسن. واخا ما تتشوفش معايا بانه انا تنشوف بان ربما غادي يوقع تغيير في التشكيل الاساسي، لان دابا اللي تنشوفوا التشكيل الاساسي كاين بنسبه 80% كاين دابا، ولكن ما تتشوفش معايا بانه غادي يكون تغيير فيه. علاش؟ ملي تنشوفوا الزرهوني تيدخل وتيسجل وبطريقه هذيك يدخل كيعطي كره ديال البيت وكيعطيك. نعم صحيح. كذلك يعني تطور كبير، لاعب مشاكس على مستوى الهجوم. صحيح. يعني تنشوفوا لاعبين اللي نقدر نقول لك 99% اسمائهم كاينه في التشكيل الاساسي. اللاعب الهبطي لاعب كبير متميز تبارك الله، اندريبلور من العيار الثقيل، ولكن ما تتشوفش معايا بان الهبطي ممكن ما يكونش في التشكيل الاساسي. على حساب المدرب شنو كيوصل ليه لان الهبطي في بعض الاحيان راه لاعب كبير يكثر من المراوغات وتطيع امور اللي ما خصهاش. ولو انه لاعب فعال. صحيح. لاعب فعال غير هو بحكم السن ديالو، ولو انا ضد هذه القضيه ديال السن، لان على مستوى الاوروبي كنشوفوا 16 و17 لاعب كيلعب على مستوى الهبطي ممكن يطور راسه احسن صح، يتجرد من الانانيه ويلعب لصالح المجموعه غادي يكون احسن. صحيح صحيح. لان تنظن فردي يعني كيلعب كلاعب فردي وعنده مهارات يعني فرديه كبيره خصو غير يزيد يطورها. ما تفوتنيش واحد الفرصه. حيت دابا في الرجاء راه كاينه منافسه خطيره ما بين دكه الاحتياط والرسميين، راه كاينه منافسه خطيره. دابا ما تشوفش معايا حتى البونتوج ديال الرجاء ولا واعر. راه هذه هي قوه الرجاء في التسعينات. صحيح. كانت كتلعب اللي حضر كيقضي الغرات. كنت هضرت على اللاعب مذكور، وانا من الناس اللي كينتقدوه صراحه. تلقى انتقادات شجعناه صراحه، ولكن ما خدمش على راسه. مذكور تراجع لوراء بزاف للاسف. هنا في طيله 90 دقيقه راه كيعرف هذاك البوست، راه لعب فيه التيجاني ولعب فيه لعب فيه السليماني لعب فيه سامي تاج الدين، لعبوا فيه مجموعه ديال الاسماء. تيدخل البدوي وتيريح هوايا، راه ولا البدوي هو الاساسي. لعب في المباراه الاخيره، ولكن كيف كنقول بلغه الكره باس ما كيديروش في 90 دقيقه. سونتراج ما كيديروش، هنا خصو يراجع الاوراق ديالو. نعم. رغم انه كان متميز في البدايات ديالو. ممتازه جدا، ولد المدرسه، ولد الرجاء، ولكن ما اجتهدش. ما اجتهدش للاسف. من بركه كنبغيو مذكور يكون احسن ان شاء الله. واستاذ مذكور حنا راه معاك، راه ولا شفتيني كتبت عليك واحد الارتيكل شويه قاصح، ولكن حنا هذا باش نزيدو نشجعوك ماشي باش نحطموك. نعم. وتنقولوا بانه الا كان البدراوي غادي يولي اساسي وانت في الاحتياط ديال البدراوي، طور نفسك. ديال البداوي مش البدراوي. ديال البداوي كلشي في التشكيله. البدراوي ما يكونش في الاحتياط، البدراوي رسمي. ديال البداوي. اذا الا دخل البداوي وكنت انت في الاحتياط فماشي تنقيصا منك، ولكن لا، امن بهذه القضيه، المستوى ديالك طاح. خصو يامن بهذه القضيه. مذكور الا كان تيشوف فينا حنا تنوجهوا لك الكلام بحكم المتابعه ديالنا لمقابلاتك. كنتي في مستوى كبير جدا مع البدايه ديالك، كل شيء كان تيتكلم عليك مذكور، ولكن المستوى ديالك طاح
واللي تدير اخطاء فظيعه جدا واللي تدير تمريرات غريبه جدا. المباراه السابقه ضد التواركه يعني 6 ديال اللعابه في كاري دي زويت كيتسناو سونتراج، هو مشات ليه كره من رجلو طلع كونتر اتاك كان غيتماركي فيه. صحيح صحيح. اذا ما تكون رجع المستوى ديالك باش ترجع المكانه ديالك والاحترام اللي عندك عند الجماهير الرجاويه. اذا المختصر المفيد حول الرجاء البيضاوي، الرجاء البيضاوي رجعت الى مستواها، الرئيسيين داخل الرقعة والاحتياط بحال بحال، تنشوفوا في البطولة في المرتبة الأولى عاد نقولوا رجعت للمستوى. هذه النقطة هذه بغيت نتكلم عليها حسين، هو ما عرفتش واش غتشاطروني الرأي، أن مدير الكبير من الأشياء اللي نجح فيها هو أنه بقى مركز على نفس اللاعبين، يعني بنفس التشكيلة، ما كاينش تغيير كل مباراة يعني بلاعبين آخرين، فهو بقى مركز بنفس التشكيلة اللي كيدخل بها تقريبا دائما. هذه قاعدة عامة، الفريق اللي كيربح راه ما كيتغيرش كيف كنقولوا، التغييرات كتكون نسبية، كتكون على حسب كاين اصابات او انذارات الى اخره. اما الا عندك تشكيله رسميه ليك وحط 13 ولا 14 لاعب كتلعب به الموسم. ولكن يعني كاين غير كثره المنافسات دابا فريق الرجاء مقبل على البطوله وكاس العرش وكاس العرب والتشامبيونز ليغ، راه خصو واحد 30 لاعب يكون في المستوى كله. صح، خصو يبقى يدور لاعب. مزيان، اذا كلمنا على الرجاء البيضاوي، تنظن عطينا حقه نمشيو للوداد البيضاوي. فقبل ما نمشيو للوداد الرياضي غادي نبقاو في الرجاء. يعني عزيز بدراوي اقترح على المسؤولين ديال حوريه كوناكري انهم يبقاو يلعبوا المباراه ديال الاياب هنايا في مركب محمد الخامس، بحكم ان الكاف يعني رفضات لو تيغان ديالهم لانه نو اومولوغي، ما فيهش يعني داكشي اللي معايير المعمول بها يعني في المباريات الافريقيه، فجرد هو الرفض انهم تقريبا نص رفض ونص قبل، ولكن في الاخر اجمالا ترفض. يعني ما ترفض. فكنا كنتمنوا ان هنايا الاياب يكون لانه في صالح فريق الرجاء الرياضي. لا بالعكس، انا ما كنتش نتمنى يكون هنايا، خص فريق الرجاء يكون يقاوم ويلعب في الملاعب كلها، لانه فريق الرجاء كيجيب نتائج ايجابيه. من بحال المنتخب المغربي تاهلنا، قال لك لعبتوا كل الاقصائيات، ولكن الحمد لله ملي لعبتوا الاقصائيات في المغرب كذا وسمعنا الهضره، ولكن المنتخب اللي مشى لكاس العالم بين على ان داك الشيء ما كانش. السؤال المطروح هو علاش يعني حوريه كوناكري لعبات في هذاك الملعب اللي لانسانا اللي في يعني في كوناكري لعب مبارته اللي قبل من هذه لعبها مع سيمبا. ديك الساعه كان الملعب كان ملعب اومولوجي، ولكن في هذا الماتش هذا ولا ما اومولوجي. هو شو الاتحاد الافريقي بين بزاف المرات على نوع من العشوائيه في تدبير الامور، كفانا من هذه العشوائيه هذه اللي ما كتصلحش يعني الفرق على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه. الاتحاد الافريقي بزاف المرات بين على العشوائيه. ولحدود الساعه راه لونكيت باقا ما سالتش ديال الشان ديال الجزائر، باقي ما سال، باقي ما كاين حتى شي رد، باقي ما كاين والو، ما قالوا لينا والو. اطول اونكيت في العالم في حدث كروي، مازال يستمر سنوات، وباين السياسه دخلت في كره، وباين حفيد مانديلا شنو قال، وباين المعيار اللي كان في المدرجات، ولحدود الساعه باقي هو اي اتحاد قاري او هذه كتكون في لوبيات هاد الجهه ضد هاد الجهه، وكتبقى حروب طاحنه، تاكل الكواليس تتكولس الامور. تفضلي ايمان. نمشيو للفريق الوداد الرياضي، وقبل غنتكلم على الجماهير الوداديه، فاللي رغم النتائج السلبيه رغم هذا الشيء كامل اللي طاري، فالجماهير الوداديه وقفت الرجال مع الفريق، وكما كتشاهدوا امامكم التيفو اللي كان في المباراه ديال بيترو اتلتيكو والوداد الرياضي، لوحه فنيه رائعه. فما علينا غير يعني الجماهير الوداديه تكون مفتخره، عفوا يعني الفريق ديال الوداد الرياضي يكون مفتخر بالجماهير، لانه في السراء والضراء كما فريق الرجاء كما فريق الوداد، فاللي كتشوفوا من وراك هو الجماهير. رغم هذا الشيء كامل اللي طاري فهما باقين صامدين وباقين كيتمناوا افضل فريق الوداد. راه الوداد راه في المرتبه الثانيه في البطوله، وراه في الشامبيونز ليغ عنده مباراه ناقصه، الى ربحوا الجمعه يرجعوا الاولين، يعني الوداد راه ماشي ولكن فاش جيد، ولكن فاش كتشوف غير الجمهور ولف ان الفريق يكون دائما الاول. فاش كتشوف يعني التغييرات ديال المدربين، كتشوف الخروج من المونديال، كتشوف الاقصاء اللي كان شويه مع التطوان، كان مخيب الامل صراحه، بالفعل ما توقعناش. فرقم واحد الجماهير الوداديه، روعه جدا، المحارب روعه. المساله اللي بغيت نهضر عليها هو الجمهور، سواء ديال الوداد لا يملون ولا يكلون، لا الالتراد ديال الوداد ولا ديال الرجاء،
كل اسبوع كاين الجديد كل صحيح. انا كنتمنى يوما ما تشجيع احترافي كنتمنى يوما ما مسؤولي الوداد من جهه او مسؤولي الرجاء من جهه يديروا واحد المعرض خاص بالصور اللي تيفوا اللي داروا من 2005 حتى 2023 صحيح. كنتمنى يوما ما شي جهات وهذه القضيه كنت هضرت على مسؤولي الرجاء في هذا الشيء ومازال ما سمعتش شي حاجه. وفكره زوينه فكره جد رائعه دارها فريق سويدي ولكن فريق ما معروفش يعني ما عطاتش شي صيت عالمي غير الى مسؤولي الوداد او الرجاء من هذا المنبر كيشوفونا فحب داروا انهم يديروا واحد المعرض خاص بصور اللي تيفوا اللي داروا من بدايه الالتراد في المغرب يعني 18 سنه تقريبا غيكون واحد حدث فريد بالفعل لان كان ابداع صحيح وهو تاريخ وتوثيق لابداع تماما راه ابداع هذا في حد ذاته كيف ما كاين الابداع الفني والابداع الثقافي وهذا راه ابداع رياضي لان يعني هاد الناس اللي كيديروا هذا الابداع في المدرجات فهما عندهم واحد المستوى مختلف الفئات مستوى يعني تكويني وفكري اللي صح. عالي عالي جدا جدا كيفاش كيختاروا يعني هاد الافكار باش يديروا هاد اللوحات فتحيه لهم لكاع الجماهير الجماهير المغربيه عامه اللي كتبدا وتحيه للسلطات المحليه اللي كتعاون صحيح صحيح. كتوفر الظروف للناس باش يدخلوا الملعب بنهار او بيومين قبل باش يوجدوا هذا الشيء حتى الجيش الملكي ولا الى الجيش وغنهضروا على الجيش عفوا ماشي الجيش الجيش كاين في صلب النقاش اليوم طنجة الا كان بالامكان عديل المخرج ديال الحلقه الا كان ممكن ترجع لينا الفيديو ديال طنجة طنجة وما نساوش كذلك يعني الفروق اللي كتخبط في القسم الوطني الثاني يعني بزاف ديال الجماهير الهواة مباراة ديال النادي المغربي صحيح يا سلام راه من النادر جدا في العالم انك تشوف يعني في القسم الثالث هو كتشوف هذاك الجمهور وهذاك الكراكاج هذاك الشيء حنا غادي شكرا لك عادل رغم انه ما كانش مبرمج التيفو ديال طنجه في حلقه اليوم ولكن برافو عادل المخرج ديالنا يلا عطينا التيفو ديال الجيش عفوا ديال اتحاد طنجه يا سلام رغم معاناه اتحاد طنجه نعم هذه مباراة الديربي مع تطوان أظن جمهور رائع صراحة رائع شو كنعرف أنا أصدقاء طنجاويين كيخدموا هنا في الدار البيضاء ومشاو تنقلوا دابا وسائل النقل تبارك الله ومشاو حضروا لهذه المباراة مباراة استعرادية من جماهير اللي ما يأساتش رغم الفريق ديالها كيتخبط يعني راه تيفو كيهضر على هذه الكلمة ديال اليأس يعني هذه الرسالة اللي قدم جمهور ما يأساتش على انه راه واحد الطائر مثلا كان على قاب قوسين باش يطيح وعاود طلع يعني عاود غير يرجع غادي يرجع غادي يرجع الماتش هذا وفعلا انه انتصر الفريق لكن جات نتيجه ايجابيه الفريق الجمهور عنده فريق في المرتبه الاخيره وملعب كبير شوف يعني بحال الملعب ديال طنجة شو الابداع ديال طنجة اش خصو يتوثق اخويا رشيد يتوثق هذا ابداع ديال الجماهير يتوثق كاينين شوف كاينين كما قلتي نديروا معارض للتيفوات الفكرة هي خارجة من شادة تيفي يلا هي من شادة تيفي عندكم رؤساء الأندية ديروا معارض ديال التيفوات خاصة بالجماهير باش يحس الجمهور حتى هو بأنه راه له مكانته في النادي بالفعل. يلا نكملوا مع الوداد نكملوا مع الوداد ونمشيو للمباراة اللي فاز بها الفريق أمام بيترو أتليتيكو بواحد الصفر نقدروا نقولوا ثلاثة النقاط لكن أداء غير مقنع في ظل يعني الجماهير اللي كانت كتتمنى أن الفريق ديالها يكون عنده أداء رغم النتيجة اللي كانت إيجابية اللي خولات بهذا الماتش هذا إقالة ديال النفطي المدرب اللي ما كانش نهائيا مقنع يعني من خلال الجماهير هادشي اللي كتكلم به انه النهج التكتيكي ديالو ما كانش مقنع نهائيا فالجماهير رغم يعني الفوز ديال فريق الوداد الرياضي فهي صفقات في المباراه ولكن طالبت سعيد النصيري انه يفسخ العقد ديالو مع مهدي النفطي والنصيري البال يعني الطلب وفسخ العقد مع نفطي وتم التعاقد مع خوان كارلوس غاريدو هو المدرب الجديد فقبل ما نتكلموا على خوان كارلوس غاريدو نشاهدوا الكلمه ديالو الاولى قبل ونعاودوا نرجعوا لكم مشاهدينا جورا تو لي بوبليك ويدادي سي مون اونور ريفينير ايسي افيك بو نو سوم تري فيير دي نوتر بوبليك نوتر جور sont prêts pour compétir, sont prêts pour travailler pour notre club, pour gagner, pour jouer bien, bon football. Et bien sûr que pour nous, c'est, pour tous nous, c'est la grande chance de travailler pour Wydad parce que c'est un grand club. Nous sommes très fiers de ça. Merci beaucoup à tout le public et tous ensemble, nous pouvons conseguir un grand chose de trophée. Merci beaucoup à tout le public et merci beaucoup à tous les Wydadis.
فكما شاهدنا يعني الكلمه ان المدرب يعني داخل بواحد العزيمه والاراده انه يحقق القاب مع الفريق وكذلك اللاعبين. خوان كارلوس غاريدو يعني قاد فريق الوداد الرياضي من 25 فيفري ل 10 سبتمبر 2020. لعب 7 ديال المباريات، 5 منها كانوا ديال البطوله وجوج من تشامبيونز ليغ، فاز بثلاثه ونهزم بجوج وتعادل بجوج. ملي كنتكلموا على خوان كارلوس غاريدو فهو يعني عنده تجربه محترمه في افريقيا، فهو درب العديد من الفرق، فياريال، بيتيز، نجم الساحل، الرجاء الرياضي، الاهلي يعني اللي فاز معاهم في 2014 بالسوبر كوب وكذلك بالكاس الكونفدراليه، فريق الرجاء الرياضي اللي توج معاه بكاس العرش وكذلك الكونفدراليه الافريقيه في 2017 و2018. ففضل يعني هاد الالقاب اللي كيجمعهم خوان كارلوس غاريدو، واش في نظركم، وسؤال موجه للسيد البوهالي، واش في نظرك انه قادر يرجع الوداد الرياضي لمكانته الطبيعيه؟ كنظن الى ضافرة الجهود، ولو انني ما متفائلش بهذا المدرب. انا شفت الجماهير الوداديه رد الفعل ديالها كيفاش داير. السنوات الاخيره ما بقاش توفق مع في مجموعه ديال الدوريات، ما عندوش القاب، ما استمرش، ما كملش موسم في مجموعه ديال الدوريات مختلفه، وخصوصا ان فريق الوداد فريق اللي يعني خصك تلعب على الالقاب. جاي الوداد مطالب باش تربح البطوله، مطالب باش تلعب على الشامبيونز. هاد الظرفيه هذه، هاد الظرفيه هذه يعني ما يمكنش غنحيدوا مدرب اللي ما بينش وغنجيبوا مدرب اللي حنا حتى كنا ما نتمناوش، كنتمناو وحده العكس. غير هو فريق الوداد مطالب بتحقيق الالقاب كيف ما كان المدرب. الوداد اسم يعني ماركه مسجله. هذه القضيه ما تتبان لك صحيه غير صحيحه؟ حيدتي النفطي وجبتي غاريدو في هذا الظرف اللي يمكن هو المدرب اللي كان متوفر وما لقاوش معاه صعوبه في المفاوضات. لا اصلا انك تحيد النفطي كان خاصو يتحيد، كان خاصو يتحيد، خاصو يتحيد الاختيار ما بين النفطي وخوان كارلوس غاريدو، بحكم ان النفطي ما عندوش تجارب. انا بجوج هما ماشي يعني شوف بجوج هما ماشي الاختيار الانسب للمدرب ديالنا، ولكن هنا فاش كنهضروا على النفطي ما عندوش تجارب نهائيا يعني في هذاك خطا من البدايه. خطا من البدايه يعني غاريدو اللي عنده. شوف راه خاص السيد رئيس الوداد يعرف على انه راه الفريق ديالك راه بطل افريقيا وبطل المغرب، وانت مطالب باش تحافظ على هذا الشيء. صح. يعني انا كنتذكر غوارديولا مشى للباير واللحظه اللي كان استقال يوب هانكس قال لي ما عرفتش شنو غنضيف على هذا الشيء اللي دار يوب هانكس، شنو غنضيف؟ هو صح. بطل اوروبا وبطل المانيا وبطل كاس المانيا، شنو غنضيف؟ يعني هنا سي النصيري خصك تحافظ على المكانه ديال فريق الوداد كبطل لافريقيا والمغرب ومنافس دائما. فبالتالي هنا خاص مدرب اللي على الاقل يشتغل واحد السنه او سنتين. فكنظن سي غاريدو السنوات الاخيره ما بينش داخل مجموعه ديال الدوريات، ما عندوش القاب، ما استمرش. كانت الاقاله ديالو كتم مباشره بعد شهرين او ثلاثه. كانت الاقاله ديالو يعني نيت مع نادي الوداد الرياضي في 2020. فاذا نجح راه نجحاته الوداد. كنظن الرساله هو الا نجح غاريدو نجحاتو الوداد، ماشي هو اللي نجح الوداد، الا نجح غاريدو نجحاتو الوداد. واضح الرساله. نتكلموا على الطاقم التقني اللي غير ما هضرناش على المباراه ديال الوداد وبيترو. بالفعل احنا كنرجعوا لها فغنتكلموا على الطاقم التقني اللي غادي يرافق خوان كارلوس غاريدو: عبد الاله صابر كمساعد مدرب، ابراهيم بوغرين مساعد للحراس، المعد البدني ادريس السياسي، ومحمد كرم اللي كان كيشتغل محلل للاداء فقط وليد الركراكي هو اللي رجع. ف يعني هذا هو الطاقم التقني ديال خوان كارلوس غاريدو مع فريق الوداد الرياضي. انا جاياك علاش مثلا خوان كارلوس غاريدو غنشوفوه، نقدروا نتكلموا مثلا على هذه المباراه اللي قلت لك انا غير مقنعه من عند النفطي، رغم يعني نتيجه ايجابيه. حتى الخصم كان في المستوى، حتى الخصم ديال الوداد فريق معروف، ماشي يعني الخصم كان في المستوى، عنده لاعبين محترفين، يعني فرض الاسلوب ديالو على الوداد. الوداد كيمر من مرحله ديال الفتور، ورغم ذلك راه خصنا نصفقوا الفريق على ثلاثه النقاط، راه كيمر من مرحله فتور، ورغم ذلك راه ممكن الوداد يكون ولكن راه ما نساوش يوم الجمعه المقبل. ولكن ما نساوش دابا حنا ملي تنقولوا ورغم ذلك نصفقوا لفريق الوداد البيضاوي، الوداد البيضاوي في المباراه الاولى راه انهزم، راه جاي من هزم من الجزائر، ثم المباراه الثانيه اش غادي نقول لك يعني كانت عمليه قيصريه في الفوز ديالو، فاز بعمليه قيصريه ولكن في الاخير ثلاثه النقاط. راه تنهضروا على البطل حامل اللقب، راه اي بطل راه هنا اي بطل حامل اللقب، لكن ماشي بالصفات يعني الحاليه دابا اللي كنهضروا على الوداد، ماشي هو الوداد اللي كان في الماضي. الوداد بدا بهزيمه
ورجعوا فازوا لا غير هذا راك ماشي هذا مقياس ماشي مقياس لا صح ماشي مقياس ولكن تيدير التخوف كيدير التخوف فعلا هذا هو تيدير التخوف في الربع ساعه الاخيره بان الفريق الانجلي ضغط بقوه على الوداد وكان قاب قوسين متحقق التعادل يعني كان قريب انه يمارس شفت انا واحد اللقطه داروا بعض لاعبي الوداد اللي ما كنحبذاش نشوفها مره اخرى منهم الحارس ومن المدرب بداو كيضيعوا كره يعني رادين بديك واحد الزيرو ولا هذه لا الوداد راه فريق كبير كتكون فارض وفي مركب محمد الخميس وامام هذه الجماهير كون فارض اسلوبك على الخصم صحيح صحيح هذا رايي ديالي انا سؤال لماذا لماذا الوداد البيضاوي يتخبط في هذا الامر كنظن تغيير كثره المدربين المدربين يعني في موسم فترة قصيرة موسم باقي يلاه في البداية ديالو ثلاثة المدرب والطريقة ديال تغيير المدربين كان فيها شوية ديال شي امور اللي قاصحه شويه على اللاعبين يلا كتبدا مع تاكتيك ديال المدرب كيمشي كينفصل كيجي مدرب اخر الجمهور ما راضيش عليه ما استطاعش يفرض رايه ولا فكره على اللاعبين هادشي ما يهدش سعيد الناصري كله في حد ذاته وهو سعيد الناصري النتائج كتشفع عليه لانه في اخر الموسم كيكون بطل في مجموعه ديال المسابقات يعني هو كرئيس كيقوم بالدور ديالو المادي كيوفر جميع الامور اللي اللي كتنجح الفريق راه في نهايه الموسم كيكون ما يمكنش تحكموا عليه وحنا في وسط باقي رجع باقي ممكن كانت يعني بدايه غير موفقه للفريق الوداد الرياضي الامور بالنهايات الامور كتحسن بالنهايات بالفعل غير هو ضغط جمهور الوداد راه يتوقعوا الناصري غيتوقع ان الجمهور غادي يضغط عليك وغيطالبك بزاف ديال الحوايج لانه باغي الالقاب ومن حقه وهذا الشيء اللي هي عادته فبالتالي غادي يتوقع هذا الشيء وكنظن الوداد راه ممكن ترجع ممكن انا كنتمنى واش اللي تنتمناو تخيل معايا ان تكون منافسه قويه جدا للفرق المغربيه سواء الجيش الملكي ولا الرجاء ولا الوداد ونشوفوا مره ثانيه الوداد والرجاء في الفينال لما لا ديال ابطال افريقيا ونشوفوا الجيش الملكي حامل اللقب وتلعب السوبر عندنا مغربي جيش اما وداد يرجع وقعت الموسم كيوقع مع بركان الوداد وقعت الحمد لله يعني باش نمشيو للجيش باش نمشيو للجيش نكملوا على فريق الوداد الرياضي المباراه المقبله لا يعني في كاس افريقيا فهي نهار الجمعه فغادي يستقبل فيتا كلوب كيفاش كتشوف انت يعني يعني باداره تقنيه ونقدروا نقولوا بطاقم تقني جديد بمدرب جديد كيفاش كتشوف هذه المباراه غادي تكون هو في الفكر الكروي دائما تغيير المدرب كيعطي نتيجه ايجابيه فغالبا تغيير المدرب مباشره كتكون عامل نفسي ربما يقدر يكون عامل نفسي كيلعب في هذا في هذا الموضوع هذا فكنتوقع الوداد غتكون فائزه في هذه المباراه بالطريقه والنتيجه هذا التوقع ديالي بالطريقه والنتيجه هذا ما نتمنى ان شاء الله حسين غير قبل ما نمشيو يعني للجيش الملكي فغنبقاو مع الرجاء والوداد علاش لانه مركب محمد الخامس كان يعني كاع الجماهير البيضاويه كتكلم عليه فالسلطات المدينه ديال الدار البيضاء فهي قررت انها تقفل زون 6 يعني بحكم اننا كنمشيو نقطه سوداء انا فكرتينا شكرا لك بزاف فكرتينا ما خصناش نتكلموا عليها كل موسم والمشكل قائم كل منذ مده هذه القضيه ديال زون 6 دابا هذه السنوات الاخيره كل مره كنسمعوا التيران تسد باش تصلح لا ولكن هذه المره قرار من السلطات المحليه راه دائما كنقولوا من السلطات لانه علاش كانت مع الشركه ديال يعني فزون 6 هذيك الشركه راه جزء من السلطه راه مؤسسها مجلس المدينه باش تسير هذا القطاع هذا ديالهم فهذه المره سدات زون 6 يعني شفتوا المباريات بجوج ديال الوداد وديال الرجاء ما كانوش لاعبين ديال زون 6 بحكم اننا القرب ديالنا من الملعب فكنشاهدوا دائما كيكون داك بحال كتهز الارض يعني فاش كيكونوا الجماهير بكثافه كنعرفوا يعني الاقبال ديال فريق الرجاء والوداد فاش كيكونوا بزاف فاش كيكون يعني اهتزازات والجماهير شهود عيان فهنا قررت السلطات انها دير دراسه دابا واش صحيح انه كاين تشققات في زون 6 بفعل ديك يعني الهستيريا ديال الجماهير ولا هي اللي تخرج بقرار مازال القرار غيخرج من الدراسه لانه بالفعل يعني الناس الجماهير كيحسوا لا قدر الله توقع شي كارثه كبيره فهذا القرار جا في المحل ديالو كل عام كاين الاصلاح وما كاينش الاصلاح شكون اللي مسؤول صحيح شوف ملي ما كتكونش محاسبه غيستمر هذا الشيء صحيح مركب محمد الخامس كل مرة تتسد من أجل الإصلاح نبدأ في واحد شوية يعاود يتسد من أجل الإصلاح ونبدأ في واحد شوية يعاود يتسد من أجل الإصلاح فأنا تنقول علاش هكا اعتبروني أداوي خاوي علاش ما يتصلحش بمرة علاش ما يتزادش ملعب كبير في مدينه الدار لا دونور اسيدي علاش ما تصلحش دونور مره وما كاينش راه تاريخي خصو يبقى ولكن علاش ما يتزادش ملعب بديل كبير في الدار البيضاء هناك حديث على الملعب الكبير كنسمعوا 8 انقوا دائما هناك شوف سكوره سمعنا في سيدي مومن سمعنا بن سليمان كل مره كيغيروا لي المكان وهميا غادي نبقاو دائما حنا كاعلاميين تقول هناك حديث
هناك حادث هناك حادث مي غادي نلقاو تاي ولكن دونور كما قلتي ملعب تاريخي اسطوري خصو يبقى رغم كانت واحد الوقيته بدات شي هضره تخرج شحال هذه 2006 كثرت الاغلاق كثرت الاغلاق قالوا لا راه هذا تمهيد لوبي العقار بغاديك الارض قالت في 2007 وحدود الساعه راه ما كاين حتى شي حاجه مؤكده هو ارث تاريخي غادي يبقى في المغرب الحمد لله تاريخي ما بقاش هذا تيران عادي السلطات المحليه ولا الدوله بصفه عامه انا الدار البيضاء خصها ملعب كبير يحتضن مباريات الرجاء والوداد ويبقى هذا الملعب يعني تلعبوا فيه مباريات اخرى يعني كمكمل صح او رجعوا ليه كنوستالجي لصالح كره صحيح القرار صحيح. كان في محله واخا غيضروا منه يعني الفرق شكرا لك انك اخترتي هذه النقطه انا اللي مشات من بالي صراحه واخا غيضروا منه يعني 35 مليون اللي كتدخل يعني في المباراه لانه زونسيس اضعف الايمان لانه زونسيس كتحمل يعني ازيد من 5500 مقعد فهي ماشي سهله ولكن الارواح ديالنا يعني هي أولى اكبر وهي اولى وهنا ما ننساش انا ملي ذكرتوا مركب محمد الخامس نمشي للعربي الزاولي بسرعه بسرعه فيه كارثه هذا الاسبوع كان خاص السؤال الوز والبط كانت فيه كارثه هذا الاسبوع كان خاص السؤال الوز والبط واساسنا على التعبير ولكن باش نقرب الصوره السؤال مطروح علاش استكملت المباراه ما كانش خاصها تستكمل خاصها توقف نورمالمون هذا هو للاسف شديد زاد ازم الوضع هذيك المباراه زادت ازمت الوضع في وما يمكنش ان ملعب حتى هو خصنا نقول نفس الكلام راه هذه سنه باش تفتح وباش تعاود وتصايب والغازون مسائل وهذه صرفات اخيرا كنلقاو البيرك المائيه صرفات وعيب وعار ان ملي تلقى ملعب يحمل هذا الاسم العربي الزاولي اسم تاريخي اسم تاريخي حشومه نقولها لكم حشومه من الاسماء التي لعبت ودربت وترأست صح اسطوري عطى الكره المغربيه ونديروا لي تيران بحال هكا خسيران يكون ايقونه باسم العربي الزاولي نمشيو للجيش نمشيو للجيش الجيش الملكي اللي تألق وفاز امام فيوتشر المصري بجوش لصفر يعني رغم ان فيوتشر كان يعني منظم لكن الجيش الملكي فهو برز على التألق ديالو بالاهداف ديال انغامان اللي لاعب اللي كيفاش نقولوا استطاع النجوميه ديالو في المباريات السابقه ولا كذلك هاد المباراه كذلك الهدف الثاني اللي جا من جاكيتا ف الجيش الملكي كيبصم على واحد الطريق اللي كنظن خصها تسالي بالقاب ولا شيء غير الالقاب لانه فاش كنقولوا الجيش الملكي فهو هذا هو الجيش هذا هو الجيش هذا هو اللي رجع يعني السكه ديالو الصحيحه غير واحد المعلومه اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس او المشاهدين هو داكروز المدرب ديال الجيش الملكي فهو يعني ما كانش المهنه ديالو فهو ماشي مدرب فهو كان كيكون دائما في على رئاسة الإدارة التقنية فدرب ليل الفرنسي وكروس البلجيكي لكن كيكون دائما على يعني الإدارة التقنية ففاش مشى فاندربروك الجيش الملكي قال شكون غنرومبلاسي وشكون غنجيبو اش من مدرب ففكروا في أول واحد هو داكروز اللي هاد اللاعبين اللي جاوا على يدين داكروز الإدارة التقنية واختارهم ودارت الغوكروتمون ديالهم من داكروز ويعني هادشي إلا غيكون هاد التألق وهاد النجاح مع داكروز لأنه فاش كتكون في إدارة تقنية وكتعطاك المهام أنك تكون مدرب ويعني دوك اللاعبين كيجيو على يديك فكتكون النتيجة هي هادي كنتمناو الجيش الملكي يزيد في التألق ديالو فريق اللي كبير ورجع للمكانة ديالو الحقيقية ما عرفتش واش شفتوا الماتش ولا ما شفتوش أكيد شنو يعني واش نقدروا نقولوا أن الجيش الملكي هادي هي الوقيتة فين يرجع للتألق ديالو وعلاش لا يفوز راه ديجا رجع ملي فاز بكأس العرش كأس العرش راه رجع وواحد المعلومة والصفوف الأولى في البطولة الاستحقاق والآن يبصم بالعشرة في الكونفدرالية فريق الجيش الملكي هضرتي يا السي حسين قلتي فريق ديال الألقاب فريق الألقاب فعلا ديال راه هو الفريق اللي فاز بأول لقب بعد 7 ديال الشهور من التأسيس ديالو وسجل عندك هذه المعلومه 7 شهور من التأسيس ديالو فاز بلقب كاس العرش وباقي في القسم الثاني لعب الموسم الاول في القسم الثاني وفاز بكاس العرش وكيتسائم يعني راه عادي ان فريق الجيش الملكي وفي الاستناس راه سيطر طولا وعرضا على البطولة الوطنية فاز بسبعة الألقاب في 10 المواسم وكان أكبر مطاعم كان أكبر مطاعم للمنتخب الوطني المغربي فاز على الفريق العربي الوحيد اللي فاز على ريال مدريد في كأس محمد الخامس ب4-3 وسجل مختطف هاتريك
راه هذه معلومات خصنا نذكروا بها باش الناس فاز على ريال مدريد باربعه لثلاثه باربعه لثلاثه هضرنا عليها في مجموعه ديال القنوات التلفزيونيه وحطينا مجموعه ديال الاحصائيات فاز على ريال مدريد في كاس محمد هي كاس محمد الخامس كانت تقريبا كتشبه المونديالات كان كيشاركوا فيها ابطال ديال انديه كبيره ريال مدريد برشلونه الباير الانتر فرق من البرازيل من الارجنتين كانت فرق عالميه تشارك في ازمه وفاز فريق ليش ملك على ريال مدريد سجل هاتريك ديك الساعه مختطف الله يرحمه توفى السنه هذه توفى قبل شهرين الله يرحمه وهذا هو الجيش الملكي هذا هو الجيش الملكي اول فريق مغربي كيمثل المغرب قاريا اول فريق يفوز بلقب في 85 يعني بزاف ديال الحوايج بغينا نذكروا فريق الجيش الملكي كان الفريق الوحيد هذه المحترفين هذه ما تجيبش لعابه حتى 2016 عاد لعب اول محترف صحيح بانغورا لعب فريق الجيش الملكي هذه معلومه مهمه ومهمه جدا فائز بالبطوله وكاس العرش وكاس الانديه الباطله عصبه الافضل ذكورا واناثا بالفعل عرفتي هذه جماعة حبتهم يا ولا يومنا هذا يعني الإناث ديال فريق الجيش وحتى هو السنة الجماهير ديالو كانت في المستوى رغم النقطة السوداء اللي تسجلات هذا الأسبوع هذه ما عرفتش مع الجمهور فريق الجيش الملكي انتوما غير يعني لاعبين غير مع فريق مصري ما عنده لا جمهور لا والو ما جابش مع الجمهور بيناتكم رابحين متصدرين البطولة كل شيء فائزين بكأس العرش الأمور كلها إيجابية طريقة النتيجة الأداء الفريق يعني محتاج الجمهور في هذه الترفية هذه ربما شر ديما ما كتبغيش النجاح لفريق الجيش الملكي ومدعمها جهة ما أو الله أعلم هذه نقطة سوداء كنتمنى وما تتكررش وكنتمنى من السلطات المحليه تضرب من حديد على يد هاد الناس خصوصا بحضور الكاميرات لان ما يمكنش شي واحد يحب الفريق ديالو وينتمي اليه قلبا وقالبا انه يدير شغل على التخسوره ديالو يدير شغل واش العطاء انت في اول ما كاينش غضب ولا كاين شي لحظه اللي غتخليك دير يعني الفريق محتاج في هاد الظرفيه الجماهير وتقدر الكاف انها تصدر يعني كنتظروا بحال هاد الامور هادو انهم يتوقفوا ما يبقاوش يشاهدوا المباريات المقبله وهادشي ماشي في صالح النادي وخلينا نختموا مع الجيش الملكي بانه مرشح بقوه للفوز بكاس الكونفدراليه الافريقيه واي نتيجه غير الفوز بكاس الكاف كنعتبرها سلبيه للجيش صحيح خاص فريق الجيش الملكي يفوز بهذا اللقب لانه مرشح بقوه بحكم التركيبه البشريه اللي عنده طريقه اللعب ديالو وجميع الامكانيات كاينه عند الجيش الملكي باش يفوز بهذا اللقب هذا نعم ونرفع القبعه للجيش الملكي ولا خلينا الجيش الملكي لا ترفع له القبعه تتعطى التحيه العسكريه تحيه عسكريه للجماهير الجيش الملكي يلا اذا تنظن هادشي اللي كاين الوداد الرجاء والجيش الملكي الثلاثي الاحق بتمثيل المغرب نعم بحكم الالقاب اللي عندهم الرجاء والوداد والجيش على الصعيد القاري ولا الصعيد الوطني ولا صعيد كاس العرش هذا هو احسن ثلاثي يمكن يمثل المغرب لانهما اكثر تتويجا في الفرق المغربيه بلغه الارقام بلغه الارقام بلغه الارقام جميل الوقت تزاحمنا باقي لنا في الجيش الملكي باش ما تفوتناش الفرصه تسجل هدف رقم 200 في المنافسات القاريه رقم 200 من الهدف ديال دريس باموس الله يرحمه الى هدف دياكيتي 200 هدف قاري يا سلام ما شاء الله يلا على بركة الله نواصلوا معكم ونواصلوا دائما مع الأرقام الحصرية شوف سي حسين اختصرنا في الأرقام لا بغينا نبقاو نذكروا في الأرقام غنبقاو حتى الفجر أعطينا لا المهم قلنا الأهم صعيب باش نذكروا راه كاينة أرقام الأندية الوطنية كلها الأندية الوطنية كلها كاين الأرقام ديالها وما جاتنا الفرصة لشي نادي غادي نذكر الأرقام ديالو إن شاء الله يلا خلينا غادي نمشيو للفاصل بعد الفاصل ان شاء الله نكونوا معكم في اشقال الفار اللي غادي نهضروا فيها واحد شويه على المنتخب الوطني وكذلك ارقام واحصائيات حول المنتخب الوطني والمشاركه ديالو الافريقيه في كاس افريقيا بطبيعه الحال بعد الفاصل يلا رجعوا نواصلوا معكم 100% فار دائما مباشرة على قناتكم الفضائية الشدا تيفي نمشيو لفقرتنا الأخيرة باش نختموا حلقة اليوم اش قال الفار الفار قال واحد الخبيرة قبل ما نمشيو للمنتخب الوطني ولكن هي مرتبطة بالمنتخب الوطني أن تتعرفوا بأنه كاين حفل دو بيست الأحسن أو الأفضل في هذه الأثناء هذه اللي احنا دايرين فيها البرنامج هذا الحفل دو بيست اختاروا أفضل يعني الوجوه الكروية أو اللاعبين اللي اعطوا في كرة القدم خلال هذه السنة
على اي المؤكد لحدوث ساعه؟ لان باقي الحفل راه باقي الان، تنقول لكم راه كاين دابا الحفل دباس. المؤكد ان للاسف الشديد دباس بالنسبه لي غارديان الافضل في الحراس، ما مشاتش البونو، مشات الحارس ديال الارجنتين للاسف. حنا كنتاسفوا كمغاربه ولكن المنطق احترم. صح، عنده القاب، عنده القاب، عنده كوب دي موند، عنده كوبا امريكا، نعم. بونو متالق وصراحه اسعدنا في كاس العالم، كنتمنوا ولكن المنطق احترم. صح، هذا لا يقلل من قيمه بونو. صحيح. ولكن وغير بونو يكون ضمن مستدعى الحفل كبير. دباس راه انجاز كبير، انجاز كبير وصعيب يتكرر. صح، صحيح صحيح. اما الاخبار بخصوص اشرف حكيمي، اشرف حكيمي تتوصلني الاصداء في انتظار التاكد منها ان اشرف حكيمي اختير ضمن التشكيله الافضل لهذه السنه حسب المراكز. نعم، احسن تشكيله ضمنها الظهير الايمن هو اشرف حكيمي، في انتظار اننا نتاكدوا من الخبر، ولكن غالبا هذا الشيء اللي كاين. وانا اظن كنتمنوا ان انا يظلموه الا ما عزلوش مجموعه ديال الاجهزه، خسرت حكيمي في التشكيله المثاليه. صحيح، وغادي يظلموه في دباس الا ما عزلوش. كيف تعزل او ما تعبدوا لي الاخوان تعزل. كيف الركراكي ما تعزلش، انا كنظن في حق الركراكي. صح، اذا تعزلها، هي التشكيله امامكم دباس، افضل تشكيله في العالم المثاليه فيها حكيمي. اشرف حكيمي، برافو اشرف حكيمي. اذا غادي يكون هو الافضل ظهير ايمن في العالم. اذا هي هكا ياك، خاصها تكون هكا. لا دابا صافي، ملي تختار صافي، دابا هو هي هكا. عندنا اشرف حكيمي افضل ظهير ايمن مدافع، وليونيل ميسي افضل لاعب. اذا هذا هو حفل دباس، دباس اللي كاين دابا في هذه. ملاحظه على اللاعب الهولندي فان دايك، لا يستحق باش يكون في هذا التشكيل صراحه. ياك اسي، ارتكب اخطاء فادحه على مستوى الدوري الانجليزي، وحتى مع المنتخب الهولندي ما كانش في المستوى. نعم، باش كتشوف كازيميرو، دي بروين، هادو كلهم يستحقون سيدنا فان دايك. فاسماء اللي كبيره، ولينا الشرف ان واحد من بلادنا كيتلزع في هذه التظاهرات. هادشي اللي جاتنا عادي، هادشي عادي، لحقاش راه العالميه راه ما محدودهش، اي واحد اجتهد غيوصل. راه حنا في العاب القوى كنا حاكمين الدومين كيف كنقول. صحيح، علاش ما يكونش في كره القدم؟ صحيح، وفي التنس راه كانوا عندنا ابطال اللي نافسوا اكبر الابطال في التنس. والمرفوض هو اننا نرجعوا لورا، ما يمكنش اننا نصنعوا امجاد. هو المحافظه هو مكتسبات نحافظوا عليها. طرات لينا في التنس رجعنا، ما عرفت فين رجعنا. في العاب القوى طلعت لينا، في العاب القوى ما عرفت فين رجعنا. تنتمنوا ما توقعش لينا في كره القدم. نقطه الضوء الوحيده سفيان البقالي. سفيان البقالي صحيح. يلا خلينا نمشيو اشغال الفار، ودائما مع المنتخب ديناها راه دخلنا فيها مع المنتخب الوطني المغربي. مبروك لاشرف حكيمي ضمن التشكيله الافضل في العالم وافضل ظهير ايمن مدافع. يلا غادي نمشي، والمنتخب دائما نبقاو معاه. احنا على ابواب كاس افريقيا 2023 24 يكون في جونفي 24 ان شاء الله بالكوت ديفوار. ان شاء الله ان شاء الله. اذا اليوم احنا عندنا منتخب قوي، منتخب اللي لعب دومي فينال ديال كوب دي موند. جميل، الا بغيتي تاخذ المنطق ديال الاحصائيات انك عندك منتخب لعب الدومي فينال ديال كوب دي موند، لاعبين محترفين في اقوى الانديه الاوروبيه والعالميه، والاكثر من ذلك يبصمون في الاغلب هم يبصم بالعشره، ولكن ملي تنجيو لكاس افريقيا وتنجيو الادغال الافريقيه حسابات اخرى، ارقام اخرى، أجواء، تدير معادله أجواء اخرى. الاهم اجواء اخرى، اجواء اخرى. اذا هنا الا بغينا نهضروا على بصفتك الارشيف والارقام وتتبع الامور بلغة الأرقام، بلغة الأرقام، المنتخب المغربي حدوده في كأس إفريقيا 2024. واه، بلغة صحيح. الأرقام، بلغة الأرقام راه مرشح بقوة، بقوة هذه السنة. أعطينا مثلا أولا بعد راه مازال الإقصائيات ما سالاتش، ولو أن ربحنا جوج مباريات وغادي ينسحب منتخب، يعني حسابيا المنتخب تأهل، باقي لنا مباراة في ليبيريا وباقي لنا في جنوب إفريقيا، راه باقي عندنا جوج مباريات، ولكن حسابيا المنتخب المغربي راه تأهل. دابا المنتخب المغربي من وراء كأس العالم، ماشي هو قبل كأس العالم، وراء كأس العالم ولا عليه الضغط. هنا في كأس إفريقيا غيولي المنتخب المغربي خاصو يفرض اسلوبه على المنتخبات اللي غتكون مع هو اللي غيكون على حسب بغات تكون القرعه مع اي منتخب في افريقيا، خاصك تفرض اسلوب ديالك على المنتخبات الافريقيه، ملي قلتي انك
لانك لعبتي نصف النهايه ديال كاس العالم وملي قلتي وهذا راه ضغط راه يشكل ضغط ومن اللي قلتي فرض الاسلوب ديالو ما يعني ان الخطه الدفاعيه ولا الاعتماد على الهجومات المضاده ما واكلاش اذا سير غرافي ما خصوش يلعب ولو ان الارقام هضرتي على الارقام راه ارقامنا ضد المنتخبات الافريقيه الكبيره غنذكر لك مثلا نيجيريا ولا غانا ولا مصر الكاميرون نيجيريا غانا السنغال الجزائر مثلا كاميرون متفوقه علينا ولكن هذه المنتخبات الاخرى اللي هي نيجيريا غانا تونس الجزائر كوت ديفوار مصر متفوقين عليها تاريخيا في كاس افريقيا وفي اقصائيه كاس العالم واقصائيه كاس افريقيا وفي اقصائيه الالعاب الاولمبيه متفوقين عليها. نمشيو معاك وحده وحده رشيد نبداو بمصر عطينا الاحصائيات اللي عندك ديال مصر. المنتخب المصري عندنا مع 20 مباراه فوز المغرب 8 مرات فوز مصر 4 والتعادل 8 اذا فزنا على شحال 8 مرات هما فازوا علينا 4 مزيان نمشيو للكاميرون. الكاميرون هو الشبح للمنتخب المغربي 12 مباراه كان فوز وحيد للمنتخب المغربي مقابل 6 الكاميرون و5 التعادل ربحونا 6 مرات وربحناهم مره واحده كاميرون كانت في 2019 راه 2019 راه اول انتصار كان واخا نمشيو لنيجيريا. نيجيريا 17 مباراه الفوز 8 المرات للمنتخب المغربي نيجيريا 5 المرات التعادل 4 المرات إذا متفوقين على نيجيريا كذا غانا نمشيو لغانا 14 مباراة الفوز 7 المرات للمنتخب المغربي غانا 3 ديال المرات الفوز التعادل 4 المرات مزيان نمشيو للسنغال. السنغال ما عنديش في هذه الإحصائية ولكن متفوقين عليها وأنا ميقن نظل نوجد ذلك في أقرب وقت متفوقين عليها بكثير. نمشيو للجزائر كاين الجزائر 28 مباراة 10 ديال الفوز للمغرب 8 للجزائر 10 التعادلات متفوقين على الجزائر كوت ديفوار وتونس 42 مباراة 11 فوز للمغرب 8 لتونس 23 تعادل بقات لا كوت ديفوار 21 مباراة 8 فوز للمغرب 6 لا كوت ديفوار و7 تعادلات يعني باستثناء الكاميرون جميع المنتخبات الافريقية المعروفة الكبيرة تفوقنا عليها بين المباريات الرسمية ديال كاس افريقيا والاقصائيات واقصائيه كاس العالم واقصائيه الالعاب الاولمبيه. اذا العقده المغربيه في افريقيا هي الكاميرون واوغندا واوغندا ما ربحنا اصلا اوغندا اذا عندنا منتخب مغمور وما عمرنا ربحنا اذا عندنا الكاميرون واوغندا عكس ما يروج بين الجماهير وما بين الناس ان العقده التونسيه العقده المصريه لا غير مثلا مصر في كاس افريقيا انجح منتخب عنده 7 ديال الالقاب ولعب نهائيات ودائما في الاطوار الطلائعيه منتخب مصر صعيب باش يوصل ليه شي منتخب افريقي من غير الكاميرون يعني منتخب في المستوى كنت... منتخب المصري دائما في كاس في اضعف مستوياته كيلعب النهايه كان الاخير لعب النهايه صحيح. على ذكر يعني المنتخب السنغالي فهو يعني في تطور كبير بزاف وشنو الاستثمار ديالهم هو كان في الشبان يعني في الدراري الصغار كتشوف يعني اكاديميات كبيره راه شاهدناها في يعني في التورنوا اللي كانت ديال الاكاديمي محمد السادس فاز بكاس افريقيا للامم وكاس افريقيا للمحليين وكاس افريقيا للكره الشاطئيه ومرشح بقوه باش يفوز بكاس افريقيا للشبان ولعب الدور وتاهل لكاس العالم يعني قدم مباريات كبيره جدا والاعتماد على المدرب المحلي يعني هنا راه كاينه خدمه وكاين بزاف ديال كاينه خدمه والدليل هو فريق جينيراسيون فوت جينيراسيون فوت في الدوري ديال كاس محمد السادس يعني راه فريق اللي تفوق على انديه عالميه يعني كاين اهتمام يهزم ريال مدريد يعني كنتي ذكرتي واحد المباراه كنظن غتكون انت كتذكرها ان غادي ما تنساهاش ما تنساهاش ارجع الايمان لان قالت واحد النقطه مهمه ديال السنغال ناخذ منها المثال ذكرنا بالنقط المهمه السنغال لان العمل القاعدي مهم جدا وكما قالت ايمان راه كاينين اكاديميات في السنغال اللي تيشتغلوا على البيبينيير تيشتغلوا على الوليدات الصغار نعم وكيوصلوا الحمد لله صح يعني صبروا بزاف صبروا على اشياء كتشوف يعني التكوين والالقاب غادي كما كنقولوا ايتاب باغ ايتاب هادشي اللي كنتمنى ان يعني المغرب يستثمر فيه ودائما كنذكروا منين جات الطريقه ديال لي اوسيس يعني الدراري الصغار من 6 سنين فهذا ان شاء الله باذن الله المستقبل غيكون ان شاء الله كما قال لنا بن عبيشه بان بدا الشغل عليه ديال الاسيس تحت قول لي المباراه هضرتي على السنغال وربما نسى السي حسين تكون كتذكر واحد المباراه شهيره بين المغرب والسنغال في 1993 دابا راه 30 سنه تقريبا في شهر 7 تكمل 30 سنه هي اللي كانت المفتاح ديال التاهل لكاس العالم 94 كانت سالات في السنغال 3-1 وهي المباراه الوحيده
اللي سجلوا فيها ثلاثه اللعابه المنتخب الوطني من فريق واحد من لاعبي الوداد. سجل مجيد بويبود ورشيد الداودي ويوسف فرتوت. المباراه الوحيده اللي سجلوا فيها ثلاثه اللعابه من فريق واحد. 3-1 في السنغال وكانت عرفت كانت احداث من الوداد ديك الساعه. كان فريق الوداد ديك الساعه كان صح رشيد الداودي كانوا ابطال افريقيا في 92 ابرامي عزمي من بعد انتقل للراجع. المهم هذيك المباراه هي الوحيده تلعبات في السنغال 3-1 المنتخب الوطني سجل فيها مجيد بويبود على يمين الشاشه وانا كنتذكرها وسجل الداودي ضربه خطا وفرتوت كذلك بعد عمل كبير ديال الطاهر الخلج ثلاثه اللاعبين الوداديين سجلوا في هذيك المباراه. الاخوان تيعفي وكسي رشيد انك تجيب لنا الاحصائيات ديال السنغال. لعبنا 25 مباراه مع السنغال ربحنا في 17 مباراه وخسرنا في 3 ديال المباريات. كبير قلت لك كان تفوق كبير 17 غير هذه الاحصائيات اعتمدنا فيها شي مقاييس ما عرفتش الاخوان واش كيعتمدوا عليها ولا لا. ما داخلينش فيها المباريات الوديه وما داخلينش فيها شي امور ربما تكون رسميه تكون رسميه وداخله فيها انا قلت لك كاس إقصائيات كأس إفريقيا ونهائيات كأس إفريقيا وإقصائيات كأس العالم وإقصائيات الألعاب الأولمبية. نعم إذا ما هو الرسمي العقدة ديالنا هي الكاميرون ماشي تونس. علاش قلت لك أنا راه الكاميرون ربحنا في إقصائيات الألعاب الأولمبية 92 واخا جميل ولكن ما نذكرش في هذه الإحصائية. واخا جميل إذا إلا جينا على مستوى الأرقام والإحصائيات العقدة ديالنا هي الكاميرون ماشي تونس ماشي غيرها. واخا بعيدا لان كما تنقولوا كل مباراه تلعب بالاحداثيات صحيح كل مباراه تلعب باحداثياتها في ديك الظرفيه في ديك الحاله والاجواء السائده. المباراه كنتذكر الراحل اللوزاني الله يرحمه كيف المباراه كيتدخل فيها عامل الزمان والمكان. نعم صحيح صحيح الزمان والمكان صحيح فين لاعب ومعاش لاعب ومعاش لاعب والوضع اللي انت فيه. فاش ذكرنا يعني الاجواء يعني الاجواء الافريقيه راه لا علاقه صح تحمل المفاجأة. الكوت ديفوار كاين تطور كاين تطور. وليد الركراكي يعني صرح بها قال باللي حنا راه عارفين ان الاجواء الافريقيه راه ماشي هي الاجواء اللي كنا فيها في لاكوب دو موند. يعني بحكم انه عنده يعني تجربه في افريقيا وعارف هو كمدرب مع الوداد راه عاش هذا الشيء وعرف بزاف ديال الامور. لان ملي تنتكلموا على افريقيا مثلا كوب دو موند والتتويج ديال المغرب بالدومي فينال تنتكلموا على قطر تنتكلموا على الدوحه واحده من افضل المدن العالميه تنتكلموا على الفلوس تقدر قطر ما نظنش غنبقاو نعاودوا نشوفوا لا تنهضروا حنا تنهضروا على الاجواء وتنهضروا على اوطيلات الخيال العلمي فنادق الخيال العلمي مويا ترونسبور الخيال العلمي اي حاجه خيال علمي تما حتى الولايات المتحده شوف سي حسين حتى الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك ما غيوصلوش عند قطر في التنظيم. اه صحيح ما غيوصلوش عند كان داكشي مستوى كبير جدا مستوى جدا كبير جدا, جدا حتى امريكا وضخامتها وجبروتها ما غتوصلش امام الجماهير الكثيره لان الفنادق ما غاديش تكفي داروا الناس باش ما ينعسوش في الزنقه داروا لهم واحد البيوت شي خيالي وهذوك البيوت وهذوك البيوت عباره بحال دي كونتينر وهذاك البيت فيه المكيف وفيه الدوش وفيه كل شيء مستوى كبير ولكن هنا فين تنهضروا المنتخب المغربي عطى لان الظروف كانت ملائمه. المنتخب المغربي غادي يمشي غادي يلعب في افريقيا غادي يكون غادي يقدر يكون الفندق الدوش ما فيه سخون غادي يقدر انت لاعب في تيران ولا تترينو القرطاس تسمعوا في الشارع ليه الى اخره. ممكن هذه الامور هذه التحكيم راه يقدر يقلب الطاويله التحكيم صحيح ديالو ما كانش في المنصفناش في المونديالو ما نصفناش راه في المونديالو ما نصفناش التحكيم صراحه. اذا الا بغيت شوف الا بغيت توقعات بمنطق الكره ماشي توقعات هكذا بمنطق الكره من عندك رشيد المنتخب المغربي في كاس افريقيا 2024 على الاقل في نصف النهائي على الاقل في نصف النهائي ايمان. شوف ما عرفتش علاش انا عندي واحد الامل واخا يعني على الاقل يعني راه واخا يعني اللاعبين انا اللي كنت خوفه منه علاش اللاعبين يعني ما عندهمش نقدروا نقولوا تجارب يعني في افريقيا اكثر ما كاينه في اوروبا. ولكن نقدر نقول باذن الله الا بغى الله اننا نديروا المفاجاه ونكونوا في الفيلم. لا ماشي مفاجاه خلينا لا ماشي مفاجاه خلينا لعبتي نصف نهائي كاس العالم وتقول مفاجاه. لا ولكن شوف افريقيا وحنا كنتكلموا على اجواء افريقيا غير هو المنتخبات الافريقيه الاخت ايمان راه حتى هي اللاعبين ديالها كيلعبوا في اوروبا وفي الخليج ما بقاش ذاك المنتخب المحلي اللي غادي استثناء المنتخب المصري اللي كيعتمد على لاعبين محليين بين الزمالك والاهلي والاسماعيلي الى اخره. فانا كنتوقع الفينال باذن الله. انا تنظن بان رحله المنتخب المغربي ما نقدرش نتكهن فيها بالنسبه ليا انا ما نقدرش نتكهن. علاش؟ لان الرحله صعبه جدا في الافريقيا اي لا بغينا كل واحد يعطي رايه حنا في الفخ وما بغاش يقول كل واحد رايه هذا رايي. انت قلتي على الاقل يمشوا للدومي فينال هي الفينال انا تنقول لا ما نقدرش نقول لكم حتى الدومي فينال نقدر نقول لكم يقدروا يتخسروا في ربع النهايه
نقدر نقول لكم يتقصوا قبل، نقدر نقول لكم يمشيو للفينال ويديو. علاش؟ تتبقى حسب الاراده ديال دوك اللعابه واش غادي يوجد، واش غادي يوجد الركراكي. الاراده الركراكي الا دخل شي واحد الدفاع ولي كونتر اتاك راه ما غادي يدير والو. مغربي ما غادي تكون واش متفق معايا رشيد؟ الركراكي الا دخل بخطه المونديال الدفاع والتحصيل والبلوك ما متفقش معاه ما يدير والو. لا خصو يفرض اسلوبه على الخصم كيف ما بغى يكون. لانك لعبتي مع اكبر المنتخبات العالميه مع بلجيكا واسبانيا اللي كيحتكروا كره بنسبه 70%. يعني كيفاش هنا ضد منتخبات من هذول اللي ذكرنا خصك تفرض الاسلوب ديالك وتكون انت في موقف قوه انت اللي تفرض عليه طريقه طريقه اللعب ديال هاد المنتخب وتكون فعاليه ديما انا كنقول لك الفعاليه ديال العوامل يعني كيتلعبوا اللاعبين كما ذكرنا انهم عندهم يعني تجارب في اوروبا ماشي في افريقيا كذلك يعني الملاعب التحكيم لا هو كيشوف الافريقي قوي ويميل الى اللاعب الاعنف نوعا ما في دوك لي ديالو هذا فتكون هذاك الشيء علاش نقول عندنا معطيات عندنا الاجواء عندنا التيران عندنا الوطيلات عندنا الرحله عندنا التحكيم عندنا لاعب افريقي قوي يميل الى الديال اعنف من ديال مع اوروبي فبالتالي انا تنقول التكهن بالمنتخب المغربي في الكوب دافريك صعب جدا جدا جدا. حسين ركز لي على الفار نركزوا على البار لانه عرفتي علاش لانه فاش كيكون شي نتمنوا ما نوصلوش ليه مثلا المباراه ديال ريال مدريد وليفربول ما تستعملش فيها الفار نهائيا نهائي. الناس كتلعب كره القدم ما كتلعبش شي حاجه اخرى كتلعب كره القدم ما كاينش احتجاج ما كاينش شي حاجه يعني حتى الحكم ما كنشوفوش كاع كره ملعوبه هنا ملعوبه هنا نهائيا هو الفار ماشي الاساسي لاجراء مباراه في كره القدم الاساسي هو الحكم غير هو شي في البطوله عندنا ما بغاش نرجعوا ليها البطوله عندنا استعمال الفار بواحد الطريقه نقدروا نقولوا انا راه واحد الوقيته شفت ممله راه ممله وقيله المباراه ديال الرجاء وتوارقه وقيله ولا بان لي انا الفار هو الحكم الفار هو المباراه بصفه عامه كل مره راجع واش اي لقطه فيها الفار اي لقطه فيها الفار راه مساعد راه مساعد راه مساعد وخصنا نهضروا على الفار لان برا ما سميتو الفار صحيح جبدنا النقطه بين قوسين بسرعه علاش واش الحكم ما عندوش ديك ما عندوش ديك الشجاعة أنه والجرأة أنه يأخذ القرار ويتحمل مسؤوليته فيه بلا ما يرجع للفار ولا جماهير بغينا الصراحة الحكام عندنا ما عندهمش شخصية اختيار القرار اتخاذ القرار شخصية اتخاذ كيراعيو شي أمور لا نعلموها وما نجمعوهمش كاملين ما نجمعوهمش كاملين ولكن رابينوا على أخطاء كبيرة وفادحة ما عرفنا كان عندنا هذا موضوع يناقش كانوا عندنا حكام بالي صحيح احنا تنوعدوا الجماهير باننا نديروا حلقه خاصه على الحكام وكنتمنوا يقدر يكون معنا حكم وطني راني اتصلت به كيقدر ممكن يكون معنا ان شاء الله ان شاء الله وعلي شكرا لك رشيد البوهالي شكرا لك ايمان شكرا لك حسين شكرا للمشاهدين شكرا اخي حسين شكرا استاذه ايمان شكرا لك مرحبا وشكرا لك على كل هذه المعطيات والارقام الحصريه شكرا لك جزيلا وعلى هذا الاثراء في الثقافه والارقام الكرويه كنت محتاج ليها صراحه كنت بغيت تكون فيها صراحة لان عيب هذه الارقام تضيع وهذه الارقام ما تثبتش للمشاهد الكريم شكرا لك يلا مشاهدينا الكرام غادي نلقاكم ان شاء الله الاسبوع المقبل دائما في 100% فار مباشره على شدا تيفي وما تنساوش الاعاده ديال هذه الحلقه هذه يوم الاربعاء مع 9:30 ويوم الاحد مع 11 ديال الصباح الى اللقاء